وصلنا لايف كده. طيب عمالك خلينا عشان ما انسى. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. سر ياسين، طيب احنا سر هنعمل ناس، ميوت سر انور. للجميع. وعليكم السلام مرحب ورحمة الله. بكم. مرحب بيكم، مرحب بالجميع الأحبة والإخوة والأخوات اللي هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل يا دكتور ياسين. خلاص جاهز يا دكتور؟ بس هاي ما تنسى تعملني كو هوست. جدا اعملني هوست عشان اعملك كو هوست. يلا بسم الله. اوكي. وشاهينات منوره والله. طيب مين كو هوست؟ تمام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أمسية جديدة من أمسيات ونسعى على دروب النجاح، ونيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين نسجي لكم تحايا المساء العطرة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وسعيدين جدا وسعدنا بالناس اللي نجحوا في الشهادة السودانية، ونتمنى لهم التوفيق وإنه يمشي لقدام، ويوم من الأيام يعني هم ذاتهم يبدوا يحتفلوا بالرعيل اللي بعدهم يعني. فده كله جزء من الحاجة اللي احنا شغالين فيها في مبادرة الباحثين السودانيين، اللي هي نشر المعرفة والبحوث بطريقة أكاديمية بطريقة جيدة. برضو كمان بشكر كل الناس اللي تواصلوا معانا في كل الناس اللي تواصلوا معانا في عبر الرسائل، يعني بشكروا المبادرة وبشكروا البرنامج. وانا بقول لهم انه البرنامج ده منكم واليكم، يعني دي حاجتكم يعني، والمبادره كلها اليكم يعني. فنحن بنطلب من كل الناس انه يجوا يشتغلوا فيها بضمير، ومن اجل السودان. الليله يا جماعه، اول ليله والاسابيع الثلاثه الجايه ان شاء الله نحن حنركز على الكنداكات، تمام؟ فطبعا انا اكثر حاجه بي 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 يعني بتلهمني جدا اللي هي القصيده بتاعت المعلم بتاعت الشاعر احمد شوقي، واللي هي من ضمنها بيقول شنو؟ بيقول واذا النساء نشأن في اميه رضع الرجال جهاله وخموله. يعني نحن المجتمع بتاعنا لو ما كان فيه نساء متعلمات ما 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 ما, ما حنمشي لقدام صراحه يعني. واسع بالدليل القاطع انه الدول الغايده النساء نجحت كويس. فحته انه والله الحديث بتاع لم يفلح قوم ولوا امرهم لامرأة، ده الحديث ده انا غايته صراحه ما حاسس انه ما 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 حديث ما حديث حسن. انا ما اقدر اخش في الحتات الشرعيه عشان ما يجيني واحد كده، لكن واضح انه المرأة اللي بتكون متعلمه في البيت، الاخت المتعلمه، الزوجه المتعلمه، بتهب الحياه لابنائها، تمام؟ بمناسبة المقدمة دي الليلة إن شاء الله يا جماعة حنستضيف واحدة من النساء السودانيات، شامخة كشموخ النخيل في بلادي، أثبتت نجاحها في السودان وبر السودان. الليلة إن شاء الله يا جماعة حنستضيف دكتورة شاهيناز عبد الرحمن، أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم. يعني سبحان الله طوالي مشت في التعليم، مشت لتكنولوجيا التعليم، وكانها حست انه نحن التكنولوجيا بتاعت التعليم دي حنيجي نحتاج ليها، لانه سعر التعليم بتاعنا كله بيقى عبر الاونلاين وبيقى عبر الانترنت. دكتوره شاهيناز كانت استاذ مساعد في جامعه شغره في المملكه العربيه السعوديه، وخلت كل شيء جات السودان تشتغل في السودان عشان تشتغل في الحته بتاعت تكنولوجيا التعليم دي. نحن بعد شويه حنديها الفرصه هي تتكلم لنا على الحته دي، لكن بس دار اديكم نبذه عنها شويه يعني. دكتوره في تكنولوجيا التعليم، ماجستير تربيه، بكالوريوس التربيه قسم الكيمياء. ومن ضمن الحاجات طبعا المختطفات اللي انا اخذتها من الانترنت عنها، هي طبعا ظاهره ما عارف انه انا الحاجات دي لقيتها وين. فشاركت في ورشه عصف ذهني لمعلمي جوجل بالسودان. دي حاجه مهمه جدا جدا، وحتكون محور كبير من محور نقاشنا الليله. وبرضه سنه 2014 شاركت في مؤتمر الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات التعليم الإلكتروني. الكلام ده كان سنة 2014.
فيعني زولة بالشخصية زي دي. وكمان ما أنسى آخر حاجة قبل ما أقدم عليكم، إن هي الآن بتقود مبادرة التعليم الإلكتروني وعملت شابتر لجوجل في السودان، يعني شغل بتاع جوجل بقى لوكالي في السودان، فهي الزولة دي هي الغايدة الحتة دي. الدكتورة جاهين أزمر حبيك وشرفتينا كثير، تفضلي. مرحب بكم كثير، مرحب دكتور ياسين، أشكركم كثير، أشكر دكتور أنور، أشكرك دكتور ياسين، أشكر هيثم برضو معانا، أشكركم كثير وأشكر مبادرة الباحثين السودانيين اللي أتاحت لي فرصة إنه أنا ألتقي بالجمع الكريم الموجود معانا الآن على الزوم والموجود عبر البث المباشر في الفيسبوك. أشكركم كثير على الفرصة دي، وأشكر دكتور ياسين على المقدمة الضافية اللي قالها في البداية، سواء كان عن المرأة ولا عن شخص الضعيف. شكرا لك كثير، ديك العافية. الله يديك العافية دكتورة. نحن حنبدأ طوالي النشأة والميلاد والدراسة المدرسية يعني. تمام. طيب أنا اتولدت في جنوب السودان، في واو في جنوب السودان، بحر الغزال، واو بحر الغزال. ما بقول السنة طبعا عشان بتخطنا في حطات صعبة، فديسكي نعمل لاسكي. واو بحر الغزال كان الوالد شغال في الخطوط السودانية، السودان ايرويز زمن عزته طبعا، كان شغال في سودان ايرويز، وكان ماسك السودان ايرويز في جنوب في منطقة واو بحر الغزال، مطار واو. درست بعد كده، انتقلنا يعني مع الوالد لسلطنة عمان، درست مراحلي كلها تقريبا في سلطنة عمان، درست الابتدائي والمتوسطة، المرحلة المتوسطة، رجعت في المرحلة المتوسطة للسودان. أنا تنقلت كثير يعني، المرحلة المتوسطة رجعت السودان، قريت في مدرسة أم درمان المتوسطة الأميرية، أم درمان الأميرية، ودرست جزء من الثانوي في أم درمان الثانوية، وانتقلت كمان تاني بعدها لسلطنة عمان، وصلت باقي الثانوي هناك، ورجعت للجامعة برضو. الجامعة تنقلت فيها كثير. بدأت الجامعة حقيقة في كانت الفاتح من سبتمبر بدارفور، اللي هي تحولت حاليا لجامعة الفاشر، جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور، قريت فيها السنة الأولى والسنة الثانية في كلية التربية، وبعدها تقريبا وأنا في سنة ثانية خلصت سنة ثانية وانتقلت إلى جامعة السودان كلية التربية، هي كانت كلية ناشئة، دخلت كلية التربية جامعة السودان وواصلت فيها حتى التخريج، وبعدين حتى الماجستير عملته في جامعة السودان، والدكتورة كانت في جامعة الزعيم الأزهري تخصص تكنولوجيا التعليم. ما شاء الله تبارك الله. يعني انا دائما يعني اي بليف انه زول اللي بتنقل كثير بتشرب ببيئات وبمواريث بتاعت مجتمعات ثانيه بتصغل فيه حاجات كثير يعني. فعلا حقيقه يعني انا الخبرات اللي انا اكتسبتها من المحلات المختلفه دي يعني، والحاجات الكثيره اللي انا مريت بيها في الفتره اللي فاتت يعني، سواء كان في كل منطقه يعني، انا كنت بلقى ثقافة مختلفة، بلقى حتى طريقة الدراسة يعني في كل مكان كانت مختلفة عن الحتة الثانية يعني. حتى المرحلة المتوسطة، لو جينا في المرحلة المتوسطة أنا قريتها جزء منها، مثلا بدأت الابتدائي في سلطنة عمان، ورجعت جيت المتوسطة هنا كانت طريقة الدراسة مختلفة يعني، المناهج مختلفة، اضطريت إنه أعمل أدابتيشن للحاجة الجديدة اللي أنا جيتها دي. ثاني المرحلة الثانوية بدأت هنا، قريت أولى ثانوي هنا، ثانية ثانوي انتقلت ثاني مشيت سلطنة عمان، فعملت أدابتيشن جيت ثاني مع البيئة رجعت لها مرة ثانية، وثاني سنة ثالثة امتحنتها في السودان برضو يعني، كانت تنقلات كثيرة، لكن برضو أنا فعلا كل حتة أنا كنت موجودة فيها في الفترة اللي فاتت دي، أي واحدة من الحتات اللي أنا ذكرتها دي اكتسبت فيها خبرات مختلفة، اكتسبت فيها ثقافة جديدة، اكتسبت فيها أصدقاء جدد، اكتسبت جدد يعني، في كل منطقة كان عندها مميزات بالنسبة لي. يديك العافية. طيب الحتة بتاعت الـ يعني الـ التربية يعني الموتيفيشن أو الإلهام بتاع أنك أنت تمشي في المجال بتاع التربية يعني، لأنه صراحة مجال التربية ده بالمناسبة مجال ما سهل، ما يعني إحنا في السودان دي من المجالات
شوية يعني مقصرين في حقها يعني. لكن يعني أنا لاقونيك ناس كثيرين كانوا من ضمنهم اليوم الليلة دكتورة شاهيناز. الليلة أول يوم أعرف إنه دكتورة شاهيناز إن يعني خريجة التربية. فالحتة دي جات من وين يا دكتورة؟ طيب أنا لما قدمت امتحنت شهادة سودانية وجيت أقدم للجامعة كانت زماننا طبعاً نحن وفي داعي برضو قلنا نقول السنة 200 يعني، لكن زماننا كنا بنخش بحاجة اسمها البوكسين اللي هو مجموع بعض المواد يعني الفيزياء الكيمياء الأحياء المواد الأساسية في أنا تخصصي علمي يعني تخصصي تربية كيمياء. فلما جيت البوكسين كان بيدخلني صراحة كليات تانية يعني، أنا كان ممكن أخش كلية صيدلة يعني، كلية الصيدلة كانت مدخلاني نسبتي أو البوكسين بتاعي كان مدخلني صيدلة. لكن ما عارفة أنا ذاتي صراحة لو سألتني قلت لي اخترتي تربية ليه، حقول لك أنا لحظتها ما كنت عارفة إنه أنا اخترت تربية ليه أو أنا فعلا اخترت تربية. لكن كانت الفكرة دعمها الوالدة الله يديها العافية وطول العمر، كانت دعماني كثير في فكرة إنه أنا أقرأ تربية يعني، دعمتني كثير في الفكرة وشجعتني على إنه أنا كنت خايفة فعليا من فكرة إنه الناس عموما كانت في السودان يعني عندهم يعني underestimating التخصص بتاع التربية ده يعني، وعندهم إنه تخصص أقل من باقي التخصصات وكلام زي ده. هي دعمتني جدا جدا في إنه أنا أمشي في التخصص ده، وكانت بتقول لي حاجة واحدة إنه الزول مش بالحاجة اللي بيقراها هي تخصص، بالنجاح اللي حينجحه في التخصص اللي هو حياخده. أنا قررت بعدها إنه أنا فعلا حاخش التربية وحانجح في التربية. بعدين بالمناسبة أنا كانت عندي مشكلة في الكيمياء، ما كنت بحب الكيمياء أبدا، كنت لما أمتحن وبكون مذاكراها كويس جدا جدا جدا، لما أخش امتحان الكيمياء الدرجة اللي أنا بجيبها ما بتكون وفقا لتطلعاتي اللي أنا عايزاها، كانت المادة الوحيدة بتخزلني يعني في الدرجات الكيمياء. فقررت بعد كده إنه أنا حاخش التربية وحأقرأ كيمياء بس عشان الكيمياء دي ما تتحداني، الكيمياء ما تتحداني. فقررت إنه أنا أتحدى الكيمياء فعلا، والحمد لله مشيت فيها ونجحت فيها الحمد لله. طيب ما شاء الله يعني تحدي، يعني تحدي مما انت صغيره يعني، ف يعني التحدي بتاع انك انت دخلتي جامعه، دخلتي الجامعه وبديتي تدرسي كيمياء كده يعني. ادي نصيب الشباب النجح حاصل شهاده سودانيه وبترغبوا انه يقدموا، وبيجينا رسائل منهم كثيره جدا يعني انه انا اقرا شنو يا جماعه يعني، في حيره كده تمام. فأنا دارك كده في يعني الخمسة دقائق الجاية دي تديهم رسالة إنه الواحد كيف يختار التخصص بتاعه يعني. طيب دي حاجة مهمة جدا جدا، كويس إنك اتطرقت للحتة دي يا دكتور ياسين. عموما أنا دي حاجة دائما بقولها يعني، أنا بتي بتقرأ في الجامعة ولا دي على وشك إنه يخش الجامعة ممتحن شهادة يعني، إذا التعليم إن شاء الله ربنا ييسر له ويبدأ في السودان يعني حيكون إن شاء الله ممتحن شهادة السنة الجاية داخل الجامعة. فدائما الحاجة اللي أنا بقولها إنه أنا ما قاعدة أحب أفرض على الزول يعني إنه يختار شنو، وبفتكر إنه أي شخص definitely عنده الإمكانية إنه ينجح وصل لأعلى مرتبة هو عايزة. المهم في الموضوع ده مش التخصص هو ذاته حاجة بالضبط، المهم إنه التخصص ده أنا فعلا أنا بحبه يعني، أنا بحبه الحاجة اللي أنا بحبها وأنا يعني بقدر بعد كده أنجز فيها. ليه؟ لأنه بقدر أقضي فيها أكبر عدد من الساعات يعني، حتى لو أنا حذاكر من غير ملل لما أجي أذاكرها. لو أنا مثلا مضطر مثلا عندي assignment ولا عندي test ولا عندي أي حاجة، أنا ما حكون حاسي بملل وأنا بشتغل الحاجة دي. فأنا دائما بركز على فكرة إنه الشخص لما يجي يختار الحاجة، وبحب الفكرة بتاعتي إنه نكون علميين في اختياراتنا. حالياً في مواقع مثلاً على الإنترنت وفي جهات مثلاً، أنا في السعودية لقيتني كم حاجة الجهات حقتنا الحكومية عندها استبانات لتحديد الميول، الزول يحدد ميوله من بدري. أنا أحدد ميولي مثلاً، أنا ميولي في الحاجات العلمية مثلاً، ميولي في الحاجات الأدبية، ميولي في الرياضيات في الهندسة، أنا أحدد ميولي بالضبط عشان بعد كده أنا لما أختار الحاجة بتناسب الميول اللي عندي بيكون عندي بعد كده موتيفيشن إنه أنا الحاجة دي عندي الرغبة إنه أنا أنجح فيها وعندي القدرة إنه أنا أنجح فيها. وأنا عارفة حاجة واحدة بس، إنه كل الناس definitely عندهم الإمكانية لإنه ينجح ويصلوا أعلى مستوى، أي كلنا عندنا القدرات ما في شك يعني. بعدين كمان في حاجة مهمة أنبه ليها يعني، تخصصات المستقبل حاليا طلبتنا اللي امتحنوا شهادة، وأنا ببارك لكل الناس الناجحين
وإن شاء الله يعني أشوفهم في أعلى المراتب كلهم، ونسمع بالسودان ده عالميا وصل أعلى حاجة يعني. لكن بس بنبه لأنه ننتبه لأنه حاليا في تخصصات أصبحت مطلوبة جدا عالميا، والمستقبل ليه يعني ممكن نحن نفتش في النت ونشوف تخصصات المستقبل جينو الجايانة لقدام، عشان الناس تاني لما تختار تختار حسب ميولة وحسب التخصص مستقبليا المرغوب. وبكده أنا أكون ضمنت لنفسي مكان عالمياً، لأنه حالياً شايفين زحمة الناس وعدد البشر الموجودين المؤهلين فعلاً، يعني خريجي الجامعات ما بيقوا عدد هين، ما كلهم حيلقوا مكان. الحيلقى مكان دي التخصصات النادرة المهمة الفيها حوجة. فعشان كده أنا بقول يا ريت الناس تختار تخصصات اللي هي بنعتبرها تخصصات المستقبل اللي فيها حوجة في المجتمع، السوق العمل بيحتاجها. تمام؟ يا سلام يا سلام عليك. يعني انا بتمنى اول حاجه برحب بكل الناس اللي معانا في الزوم والناس اللي معانا في الفيسبوك، وبرسل لك السلام يا دكتوره، وشايف دكتور انور وهيثم مبسوطين برسلوا في الرياكشنز. ف انا يعني الحته دي يا جماعه مهمه جدا جدا. اول حاجه زول بيتكلم معاكم دي زول عالمه في المجال بتاعه، ونمره 2 استاذه جامعيه، ونمرة 3 خريج التربية، ونمرة 4 عندها برضو أولادها حيدخلوا الجامعات يعني. فأكيد النصيحة اللي بتديكم ليها نصيحة يعني صادقة، ونصيحة علمية. الحتة تحت التخصصات دي يا جماعة مهمة جدا جدا، وأنا بتكلم لكم فيها شوية كده. ومبارح الحكومة البريطانية وافقت على مبلغ ضخم جدا جدا، يعني يمكن مبلغ يكون قدر ميزانية السودان 10 سنوات. المبلغ ده خصصوه للتعليم التقني والمهني. وفكرته شنو؟ فكرته انه يمشوا لنا الناس الشغل ذاتهم، يجوا يقول والله نحن السنه دي محتاجين للتخصصات الفلانيه، تمام؟ بعد ذاك يقوموا الناس التدريب الجهات اللي بتدرب والكليات يقوموا يعملوا كورسات بناء على التوصيات بتاعتهم. اهو ده نفس الكلام اللي بتقول فيه دكتوره شاهيناز، اللي هو الحته بتاعت انه الناس تفتش تشوف سوق العمل، تشوف التخصصات. يعني ناس عندنا انترنت الاشياء، عندنا البيج داتا، عندنا الذكاء الاصطناعي، الحاجات دي كلها هي ده الترند بتاع السوق. شوف دكتور جهينا سنه 2014 كانت شاركت في مؤتمر في الاردن عن الموضوع ده، ونحن الليله لسه محتاجين له يعني. تمام، يديك العافيه يا دكتوره. طيب انا بس داير السوشيال كده تتكلم لنا عن الفتره بتاعت الجامعه والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الفترة بتاعت الجامعة لما انت كنت فيها يعني. تمام. طيب أنا بديت قرايتي زي ما ذكرنا المرحلة الجامعية بديت في جامعة الفاشر، قريت فيها سنة أولى وسنة ثانية، وكانت يعني أنا أقدر أقول إنها أعظم بيئة أنا عشت فيها فترة من عمري. سنتين كانت فعلا فيها يعني انا الناشر وما زلت لحد الان معاهم، رغم اني انتقلت منهم قريت منهم معاهم سنتين بس ما كملت معاهم لحد النهايه، لكن فعلا كان لهم تاثير كبير جدا في حياتي، تاثير كبير جدا. الغربه داخل الوطن، يعني انت لما تكون ما قاعد في بيتك قاعد في مكان ثاني، وكانت بالمناسبه كانت حته بعيده شديد بالنسبه لنا. يعني أنا بتذكر إنه دي كانت أطول رحلة أنا سافرتها. أنا كنت بسافر يعني زي ما حكيت لكم قبل شوية، نحنا أصلاً نحنا من ناس أمدرمان الموردة، نحنا من ناس الموردة، وأنا ساكنة كنت سنين عمري أغلبها في الموردة. لما طلعت وكنت بسافر منها بسافر سلطنة عمان يعني، لكن أول مرة كانت إنه أنا أسافر داخل السودان، وكانت رحلة بعيدة شديد بالنسبة لي. أول يوم سافرنا فيه ونحنا ماشيين الفاشر سافرنا كان بالقطر 5 أيام بلياليها، عديناهم في القطر لحد ما وصلنا نيالة، قعدنا في نيالة يوم، بيتنا فيها يوم، ووصلنا بالباصات لحد ما وصلنا الفاشر نفسها، يوم تاني كامل تقريبا يعني، كان أو نص يوم تقريبا. كانت رحلة بعيدة شديد، وكانت بالنسبة لي دي أكثر حاجة غريبة يعني، فكرة إنه السفر في الشارع الطويل ده يعني كان بالنسبة لي حاجة غريبة جدا جدا. فترة كانت صعبة يعني، وصعوباتها نفسها اللي احنا مرينا بها في الفترة دي كطلاب كنا بنلقى الدعم كبير جدا 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 من بعض، نحن نفسنا كجروب يعني مع بعض،
كان في دعم كبير جدا جدا رغم المناكفات اللي كانت حاصلة. طبعا لو جينا للمناكفات السياسية طبعا ما بين إنه الجروب ديل طبعا كانوا اللي هم الحكومة السابقة يعني زي ما نقول الكيزان كانوا هم جروب لوحدهم والجامعة كلها الباقية جروب لوحدها. فأنا ما كنت في الجروب بتاع الكيزان طبعا كنت في الجروب الثاني. المناوشات حتى المناوشات اللي كانت بتحصل بيننا لكن ما زال لحد الآن العلاقات بين الناس كلها أخوية وقريبة يعني قريبين من بعض كنا بندعم بعض في أي حاجة وبنساهم مع بعض في أي حاجة وبنحاول بقدر الإمكان إنه ما في زول يحتاج يعني لحاجة وهو موجود. قابلت يعني ناس في الفاشر حتى أهالي المنطقة نفسهم اللي أنا قابلتهم يعني كانوا يعني حاجة قمة. اتلاقيت مع ناس شغالين في التعليم كانوا قمة. التقيت بأسر يعني كانت داعمة لينا وكان يعني في أسر احتضنتنا يعني أنا بالنسبة لي كنت بيوت كثيرة يعني وبتذكر منها كثيرين يعني كنت بيتهم يعني لدرجة إنه أنا كنت في الداخلية بقعد خميس وجمعة بطلع بمشي بيتنا يعني كان بيسألوني يقول لي ما شبيتكم وناس أنا ما كانوا يعني بالنسبة لي معرفة كبيرة. بعضهم كانوا معنا في سلطنة عمان يعني وعرفتهم من ناس الفاشر ما قصروا معانا وفعلا أنا عشت أجمل أيام حياتي في الفاشر في السنتين اللي أنا عشتها رغم الصعوبات بعض الصعوبات المرت بينا يعني مثلا ونحن مسافرين فترة من الفترات بتذكر كان في مشاكل في الجامعة وحاجات زي كده وقررنا إنه نرجع من الفاشر للخرطوم مثلا نحن كلنا الناس الجايين من الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وغيره كل الناس الماشيين حتات تانية غير الفاشر. فحصل جوطة كده بتاع الدعم سريعة وسفرونا طوالي ما كان عندنا حتى قروش يعني نحن نسافر بها اللحظة دي الزمن ده طبعا ما كان في الطرق بتاعت التحويل بتاعت القروش دي إنه الأسرة تحول للطالب بطريقة العادية حتى لو جوا البلد ما كان في تلفونات وموبايلات وحاجات زي دي يعني ده ما كان العصر الجاهلي معليش ما بعيد شديد يعني ما بعيد شديد لكن برضو ما كانت الحاجات دي موجودة. فقررنا إنه نسافر نرجع الخرطوم سفرونا الطلبة مع بعض يعني بالتعاون كده مع بعض سفرونا وسافرنا رجعنا الخرطوم بلوري كنا راكبين في اللوري بورا لحد ما وصلنا الخرطوم في 6 أيام من الفاشر لحد ما وصلنا الخرطوم. كانت تجارب مرينا بها صعبة ومرينا بحاجات كثيرة لكن كلها كانت يعني أنا أقدر أقول إنها يعني صنعت جزء كبير من شاهناز الموجود الآن صنعت مني كثير. ولحد ما جيت هنا حتى الفاشر خليها لما جيت هنا جامعة السودان أنا التقيت بناس برضو مجموعة كانت فعلا قمة برضو في الاحترام قمة في التعاون يعني برضو كانت من أجمل الأيام فعلا أنا عديتها أيامي في الجامعة في الجامعتين جامعة الفاشر وجامعة السودان. أنا كونت صداقات كثيرة في جامعة الفاشر ولما جيت جامعة السودان كونت كمان كمية من الصداقات الأكثر من كل الكليات. كمان كنا في جامعة السودان ما كان بس كلية التربية نحن كنا أول دفعة في كلية التربية جامعة السودان ما كان قدامنا في خريجين نحن كنا أول دفعة فبالتالي ما كان يعني ما كنا بنقدر نعمل صداقات مع يعني الكلية نفسها نحن كلنا كنا 30 نفر في الدفعة كنا بنصنع صداقات مع الكليات الثانية ناس الهندسة ناس الفنون ناس العلوم التجارية تجارة يعني كانت علاقاتنا قوية جدا مع بعض وصنعنا فعلا واقع جميل خلانا نحن نقدر نتعايش مع الكم سنة رغم إنه الكم سنة فعليا بالنسبة لأي طالب أنا عارفة إنه قرز من الحكومة السابقة الكم سنة اللي هو قراءة كانت بتكون سنوات صعبة لأنه لا أنت طبعا تقدر تتكلم لا بتقدر تفتح خشمك لا بتقدر تعترض على حاجة لا بتقدر يعني كل حاجة كانت صعبة يعني صعبة إنك تقولها إنك تعملها مضطر إنك تتقبل الحاجة اللي بتتعامل قدامك كما هي لكن برضو ما كنا بنسكت كنا بنتكلم في أي حاجة وكنا مع بعض داعمين بعض ومشينا مع بعض قوينا بعض لحد ما وصلنا لمرحلة التخرج وتخرجنا الحمد لله. يا سلام عليك يا سلام وانت أسي لحد الآن شغالة بنفس المبدأ يعني بتقوي في الناس وبتقوي في الطلبة وبتقوي في الحاجات دي فرائع والله يعني أنا صراحة يعني سعيد كل السعادة ومن عبرك يعني بنحيي أهلنا في الفاشر وجامعة الفاشر ونحيي جامعة السودان وكل الأكاديميين اللي تخرجوا من جامعة السودان ودرسوا في جامعة السودان ودرسوا في جامعة السودان. طيب بعد ذاك يا دكتورة من التربية مشيتي عملتي الماجستير بتاعك برضو في التربية
يعني خلاص أظن من دي بعد عندي, عندي عندي سؤال. أنت ذكرتي إنه جامعة الفاشر كانت اسمها جامعة الفاتح من سبتمبر، هل كانت هي يعني حاجة بيدعم من ليبيا في الوقت ذاك ولا شنو؟ الوقت ذاك كانت بدعم من ليبيا، يعني احنا ما عارفين تاني فجأة اللي حصل شنو وكيف اتضلعت وكيف بدت. انا صراحة تاني ما عارفة يعني اللي حصل شنو بالضبط، لكن انا عارفة انه الكلية دي يا اما كانت بدعم من ليبيا يا اما كانت يعني تكريم للاسم ده، يعني نوعا ما تكريم للاسم ده كعلاقة مع ليبيا يعني. لكن تاني اللي حصل شنو كيف رجعت ما عارفة، لكن هي كانت فعليا اول ما بدت الجامعة دي انا شخصيا لما مشيت اندهشت بالوضع اللي انا لقيته، يعني لانه طلعت انها المباني اللي احنا كان مشينا ونزلنا فيها كانت مباني بتاعت منظمه توقع ايطاليه. المباني كانت رائعه جدا جدا، جميله نظيفه، المباني زي حقه التركيب دي اللي بتشبه المباني الريف الانجليزي، كانت جميله جدا جدا الداخليه وفي القاعات بتاعتها نفسها والمعامل والكافيتيريا بتاعتنا المطعم اللي بنقعد فيه، يعني كلها كانت حاجات جميلة. أنا يعني حتى الطراز بتاعها ما كان شفته قبل كده يعني. فهي الفترة اللي كانت حصلت فيها المشاكل ما بين الحكومة السابقة والمنظمات، وقامت قلعت المباني من المنظمات وقلعت العربات وقلعت أي حاجة، فكانت جامعة الفاشر من نصيبها الحتة حقت المنظمة دي بعرباتها بأي حاجة فيها. حتى المطبخ بتاعهم كان مصمم تصميم جميل، وكل المواد الموجودة فيه والأجهزة التكييف الموجودة والحاجات كلها كانت آلة لجامعة الفاشر، فكانت المباني مؤهلة جيدا يعني. فهي بدت جمعت ما بين المنظمة دي حاجات المنظمة دي والاسم كان اللي هو الاسم الليبي ده، ما عارفة هل هو كان تكريم ولا هل كان دعم من ليبيا صراحة. شكرا جزيلا. واصل يا دكتور ياسين. الله يديك العافية يا دكتور أنور. طيب يعني بعد ده خلاص انت شكلك خلاص خطيتي التربيه ومشيتي في المساق بتاع التربيه، فمشيتي الماجستير برضو عملتيه في التربيه. هل نعم. يعني الماجستير عملتيه في الماجستير في التربيه. نعم. قدمتها. تفضلي. ايوه انا قدمتها لما جيت السودان، قدمت الاثنين، قدمت في الكيمياء، قدمت للكيمياء وقدمت للتربيه. في الاول ما قدمت التربيه، قدمت الكيمياء اول. فانا طبعا خريجه التربيه، لما جيت اشوف الماجستير بتاعي فكرته شنو، فقاموا قالوا لي انت لانك خريجه التربيه لازم تاخدي زي الدبلوم يعني قبل الماجستير، تعملي دبلوم قبل الماجستير. الدبلوم قبل الماجستير تقريبا كان سنتين اتوقع حاجه زي دي. فصراحه انا كنت مستعجله لحظتها، فقمت قررت انه انا معناه ما اواصل في الكيمياء، أواصل في اتجاه الثاني، ما أنا عندي الخيارين، أواصل في اتجاه التربية. وفعلاً أنا لما جيت اخترت اختيار التربية من أول الماستر، أنا كانت فكرتي إنه أنا حتى لو عايزة أحضر الماستر في التربية أنا ما عايزة أي جزء في التربية، أنا عايزة بالضبط تكنولوجيا التعليم. الزمن ذاك تخيلي هنا أنا مضطرة بعد كده أقول السنة، يعني ما في مشكلة ما في حل يعني. الكلام ده كان سنة 2000، يعني أنا لما جيت سجلتها كانت 1998 تقريباً، 1998 سجلت للماجستير. فكان عندي خيار إنه أنا أعمل الكيمياء وأخذ سنتين دبلومة، أو أخذ الماجستير دايركتلي السنتين نفسها بتاعت الدبلومة البري للماجستير قبلي، أنا هنا هعمل فيها الماجستير بس كامل لو أخذت تربية. ففضلت إنه بدل أطولة تبقى 4 سنوات هنا حتبقى لي سنتين، فقمت أخذت سنتين بتاعت التربية. وكانت فكرتي إنه أنا أخذ على طول المجال بتاع تكنولوجيا التعليم. فعلياً لما جيت عملت الثيسيس بتاعي ولا اللي هو البحث بتاع الماجستير، كان عملته في التكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية وأثرها على تنمية التفكير الابتكاري لدى الطلاب الموهوبين. خليني أوقفك هنا، إيش معنى اخترتي الحاجة دي يا دكتورة؟ يعني الوقت ذاك بداية الألفينات، يعني حتى كان تقريبا الموبايل ما يعني يمكن في السودان الموبايل كان يا دوب بدأ يصل. إيش معنى أنت اخترت الحاجة دي؟ يعني الحاجة دي مناسبة لفتت نظري جدا، يعني لما بقرأ في السيرة بتاعتك يعني. أيوة صحيح،
صح. الفكرة كانت إنه أنا كانت عجباني جدا الفكرة. أنا عموما من الناس اللي بيحبوا التكنولوجيا، أنا بندهش بالتكنولوجيا دائما كنت، وبرضه ما في داعي لذكر سنوات، لكن بتذكر إنه لما أنا شفت الفاكس وفكرة إنه الفاكس ده أنا بعمل صورة للمستند بتاعي والمستند ده نفسه بيطلع في أمريكا بنفس الشكل، كانت بالنسبة لي حاجة مدهشة جدا جدا. لحظتها الايام دي ما كان في الكمبيوتر بالشكل اللي احنا عارفينه الان، يعني كان ناس قليلين جدا بيعرفوا يشتغلوا في الكمبيوتر ده، وانا لحظتها ما بعرف بالمناسبه، ما بعرف حتى افتح الكمبيوتر، ما بعرف. دي حاجه انا اتعلمتها بعد كده لاحقا، فدي واحده من الحاجات اللي خلتني يعني كانت التكنولوجيا نفسها بتستفزني عموما جدا، بتستفزني جدا، وبحس انه انا لازم عايز اعرفها يعني الحاجه دي شغاله كيف. يعني الفاكس ده انا لما شفته بدأت أفكر فعلا وفتش زول يشرح لي الفاكس ده بيشتغل كيف بيعمل الصورة دي هنا كوبي تشبه الأوريجينال يعني، وتطلع نفس الشكل الأوريجينال ده يطلع في جهة تانية بنفس الشكل، وهل ممكن الجهاز ده بعدل فيه ولا بيحصل شنو ولا بيطلع كيف. فدي كانت حاجات بتستفزني عموما، عشان كده أنا قررت إنه أنا أمشي فيها. وفعليا الدراسة بتاعتي بتاعت الماجستير يعني أنا كنت أتكلمت فيها أكثر يمكن عن الوسائل التعليمية بشقيها، سواء كانت تكنولوجية ولا تقليدية الاثنين وأثرها، وكنت مصر على إنه ده الأثر أثر كبير جدا، وإنه بخلي الدولة تتقدم لقدام. كان عندي فيها يعني اعتقاد من الزمن ده، كان عندي اعتقاد إنه استخدام الوسائل التعليمية في التعليم والتكنولوجيا بتنمي الفكرة عند الإنسان عادة، ولكن أنا اخترت الشريحة بتاعت الموهوبين لأنه التأثير عليها في أو استفزاز الحتة دي فيهم سهل، إنه عندهم الرغبة في الابتكار، عندهم الرغبة في إنه يبحثوا عن الحاجة أكثر من غيرهم. فعشان كده أنا اخترت الشريحة بتاعت الموهوبين دي، وكانت استهدفنا فيها المدارس النموذجية في ولاية الخرطوم، لا ما ولاية الخرطوم، لا محافظة أم درمان، أخذناها في محافظة أم درمان. فكانت فعلا أنا كانت الحكاية دي عندي اعتقاد، والنتائج بتاعت الدراسة أثبتت إنه فعلا في أثر لاستخدام الوسائل التعليمية على تنمية حاجات كثيرة في التفكير الابتكاري، عناصر كثيرة في التفكير الابتكاري. حاجيك راجع بعد تاني في الحتة دي، بس خلينا نمشي. طيب الدكتورة عملتيها طوالي بعد الماجستير، ولا خدت لك مشيت اشتغلتي وجيتي تعملتيها، ولا الحصل شنو يعني؟ أيوة بعد الماجستير عملت الماجستير، وكان بعد الماجستير اتزوجت صراحة، وطبعا ما اقول لكم ما حاقول انه الزواج بيأخر يعني الزول ولا كده، لا انا ما تاخرت بالزواج، لكن واحد اسمه هذا صح وقفت مسافه بعد الماجستير، لكن ما وقفت تماما يعني. بعدها ما وقفني الزواج فعليا، لكن وقفني الانتقال للعمل في مكان اخر او البحث عن لقمه العيش زي ما بنقول عليها. فأنا كان قدمتها بعد الماجستير as lecturer، يعني مشيت جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية، اشتغلت فيها 5 سنوات. 5 سنوات دي كانت هي الحاجة الفعليا أخرتني من الدكتورة. خلاص اتأخرت 5 سنوات بالعمل هناك. في خلال 5 سنوات السنة الخامسة أنا بدأت أعمل فيها البروبوزل بتاعي، عملت البروبوزل وقدمته أنا هناك، قدمت البروبوزل بتاعي تم قبوله. المشكلة كانت أنا طبعا كانت فكرتي الأساسية إنه أنا عايزة أحضر نفس التخصص بتاعي في جامعة السودان. المشكلة كانت إنه أنا لما جيت عشان أقدم في جامعة السودان للدكتوراه، الوقت اللي أنا جيت فيه ما كان فاتح القبول، وما كان في إمكانية إنه أنا أعمل السيمينار وأسافر. ما كان في يعني أنا جيت عشان أسجل وما لقيت طريقة إنه أنا أسجل وأعمل السيمينار حتى أسافر. أنا مشيت وطلبت كده وقالوا إنه ما في استثناءات، لازم أستنى لحد ما يجي الدور يعني والناس تفضى عشان تسمعني. فما كان في طريقة، مشيت فتشتها ومشيت جامعة الخرطوم، قدمتها في جامعة الخرطوم وقدمت السيمينار وتم قبول السيمينار بتاع الدكتوراه اللي هو كان عن قدمت برنامج مقترح يدخلوا الحاسب الآلي في التدريس في تأهيل المعلم قبل الخدمة، يعني طلاب كليات التربية، بشرط ما يدخلوا الحاسب الآلي ساي حاسب آلي وبس، يدخلوا الحاسب الآلي اللي بتناسب مع التخصص المحدد. يعني أنا أدرس ناس الفيزياء حاسب آلي، أيوة أساسيات الحاسب الآلي حيدرسوها
لكن يدرسوا الحاجات بعد كده اللي بتناسب تخصصهم اللي بيستفيدوا منها في الفيزياء اكثر، مثلا لو الفيرتشوال لابس ولا اي حاجه، المهم الحاجه اللي بتناسب الفيزياء. ناس الكيمياء يدرسوا الحاجه اللي بتناسب الكيمياء، حتى الحاسب الالي عموما يدرسوه بطريقه تخصصيه اكثر تناسب الكيمياء مثلا. يعني حتى لما اجي ادرس الوورد مثلا، برنامج الوورد فيه سيمبلز وحاجات بتناسب الكيمياء اكثر، فيه طريقه كتابه المعادلات مثلا بتناسب الكيمياء اكثر. يمكن انا لما ادرس الكل اساسيات الحاسب ما حركز على الحته دي، لكن عشان كده انا فكان المقترح بتاعي انه انا ادرس في كليات التربيه الحاسب الالي بطريقه مختلفه، انه ادرس الحاسب الالي بتناسب مع التخصص. فلما قدمت في جامعه الخرطوم تم قبول المقترح بتاعي، لكن خدت لي طبعا المبلغ كان خرافي اللي انا مفروض ادفعه، اللي هو اعتمدوا فيه على فكرة إنه أنا جاية من برا السودان. ودي حتى أنا صراحة يعني بالنسبة لي كانت مؤلمة جدا جدا. ودي حاجة أنا عايزة فعلا الشبكة ضعفت ولا شنو؟ أكيد أيوة. أيوة. تعرف دكتور شاهناز يعني التخصص بتاعه من أهم التخصصات المحتاجين له، ونحن بكل أسف و. ألفت الانتباه يا كل الناس الموجودين الآن والحكومة اللي تغيرت الآن، أرجو إنه ننتبه للحتة دي. أنا كمواطن يظل عندي حق في بلدي، أنا عندي حق إني أدفع مصاري. يا. يا دكتورة معليش الصوت اختفى وكل شيء اختفى. ألو الشبكة شكلها ضعفت من عندها. أيوة لكن بيجي لما يجي كلامه بيجي كله دفعة واحدة. يلا بس ما يقطع. لكن يعني سبحان الله شوف الناس اللي بيكون من أسرة طبيعة عمل الوالد يعني بتنقل، لو شفت لاحظت من حتى في الضيوف الفاتو بيكون عندهم يعني سعة أفق، بيكون عندهم تقبل للآخر، بيكون عندهم زي يقولوا أفكار يعني متقدمة جدا في المساهمات بتاعتهم. يعني نعم أنا لاحظت الحاجة دي من بداية مع دكتور الصادق أو بروفيسور الصادق. نعم 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 بعد ذاك بروف سعاد بدري، بعد ذاك يعني تخلي كل الناس احنا المرينا عليهم او استضفناهم كلهم مروا تقريبا بتجارب متشابهه، يعني اللي هي التنقل من منطقه لمنطقه يعني حسب شغل الوالده وحسب ظروف دراستهم وكذا يعني. نعم بتخلي في تجربه ثره يعني بتخلي زول منفتح جدا، وده طبعا عكس الحاصل لسه يعني معظم الناس بتلقاهم الداخليات اختفت. دكتور شاهينات جات راجعة تاني. أيوة. مرحب بك باك دكتور شاهينات. حتة مهمة جدا قصة ال diversity في الاكسبيرينس وكده يعني. نعم أيوة. دكتور شاهناز اعملي ميوت لنفسك لو سمحتي. والله الناس اللي بيقدموا مساهمات من السودان يعني مساهماتهم بالضعف يعني لانه they work against all odds. اه والله هسه شوف يعني هسه دي حاجه عاديه، فما بالك انك يكون عندك حاجه مهمه، يكون عندك انترفيو والله يكون عندك حاجه كروشال بالانترنت يعني يقوم الانترنت يقطع عليك يعني بتحصل كثير جدا. نعم صراحه انا عشان كده انا والله بحيي شباب السودان، انت عارف انا اشتغلت ويلس كثير، فقدر ما يتسد لهم باب في تطبيق تلقاهم يرسلوا لي يقول لي في تطبيق جديد. يعني انا بس كنت زمان بعرف الزوم وبس، بعد شويتين مع الشباب كل مره تطبيقات يعني انا ما سمعت بها، لكن شنو والله مجتهدين
انه يحاولوا يوفقوا اوضاعهم عشان شنو يتواصلوا مع العالم الخارجي ليتعلموا عشان يستفيدوا. فتخيل في معلومه الناس بتجتهد اجتهاد كبير يعني. فربنا يديم العافيه ناس السودان والله. هاي لو بعدين التكنولوجيا التعليم دي يعني من الحاجات المهمه جدا. يعني طبعا انا والله نفسي نتكلم اكثر عن التكنولوجيا بتاع التعليم قاصدين بها شنو. في ناس كتار جدا الواحد بتلقاه مدرس ومعلم وكده لكن ما عنده اي كلو about what is education technology means يعني في وقت زي ده في نحن في العصر الحديث ده ومحتاج جدا الزول يكون بيمتلك نواصل الحاجات كلها. نعم عشان انا طبعا كانت برضو في الليدرشيب بتاعت المبادرة بتاعتنا بتاع التحول للتعليم الإلكتروني وهي مبادرة ضخمة جدا 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 يعني الشغل التم فيها إن شاء الله هي تقدر تجي راجعة وتدي إضاءات لأنه يعني كان بيعملوا بيخطوا يعني تخيل المبادرة دي أنا ما أعرف لو عندها البرزنتيشن ولا لا لكن أنا عندي هنا ده ممكن أعرضها لكم يعني اتخذت لها ميشن وفيجن وغولز وكرايتيريا وأسسمنت وامتحانات يعني حاجة كاملة. الكلام ده يا أخوانا كلام بتاع دول يعني كيف؟ فعملوا والله فولنتير لي يعني تطوعيا الله يديهم الصحة والعافية دكتور ندى عبد الرحمن ودكتور شاهيناز ودكتور ندى أحمد عبد الرحمن دكتور شاهيناز عبد الرحمن ومعاهم عمار وكان معاهم أحمد داود وامتثال فعملوا جهد كبير جهد ضخم يعني. لكن الواحد بيفهم إنه الجهد ده ليه كان مفيد لأنه كان فيه ناس يعني متخصصين ده موضوعهم عارفين المفروض يحصل شنو يعني. نعم ودي الميزة اللي بتوفر المنصة بتاعت الباحثين السودانيين إنه الناس المتخصصين بيقدموا مساهمة مهما كانت صغيرة ولا بتاع لكن بيكون كبيرة. دكتور شاهيناز حبابك السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام. السلام عليكم. معليش طبعا دي واحدة من الأساسية النت في السودان. معليش والله يا أخي إن شاء الله ربنا يقويكم. ممكن تعمل لك كوهوست يا دكتور ياسين؟ آه جدا. يا دكتور اتفضلي وسط الحتة بتاعت الحتة بتاعت وقفنا في الحتة بتاعت الرسوم. معليش اعتذر. لا والله وقفنا في الحتة بتاعت الرسوم. طيب عشان جامعة الخرطوم كان عملت لي الرسوم بالدولار طبعا على اساس انه انا مغتربة انه مفروض ادفع بالدولار فدي كانت حاجة بالنسبة لي مؤلمة جدا جدا صراحة وانا حابة انه انا اركز على الحتة واتكلم كان فيها شوية بس معليش بعد إزاق سوداني من حقي إنه أنا أتعلم في بلدي من حقي ده حق من حقوقي. نعم. الحكومة حاليا تغيرت مفروض إنها تنظر لكل الحاجات الزي دي اللي أنا بعتقد إنها كانت مجحفة جدا جدا في حق المواطن السوداني. أنا لما أمشي أي حتة تانية الدول العربية بالذات الناس اللي بيغتربوا في الدول العربية بالذات يمكن السعودية أكثر تكون ما بلقى فرصة بتاعتي إنه أنا أقدم هناك لماجستير ولا دكتورة ما بقدر لازم أقدم لها في بلدي ما عندي حل غير كده حتى أولادنا ما بنقدر والله الحته دي مهمه جدا جدا ودارين نسمعها بشده يعني لكن شكله في صعوبات في النت والحته بتاعت inequality ما بين المواطنين السودانيين يعني. نعم دكتور شاهيناز يا ريت لو عملت ميوت لنفسك مره ثانيه. ايوه ما عارفه
هاي كنت بتتكلم عن القصة بتاعت عدم المساواة ما بين المواطنين السودانيين في القبول في الجامعات. الصوت بيعمل ميوت عندك يا ريت. هل صوتي مسموع بالنسبة لك؟ بس ظاهر لنا ميوت. أيوة. أنا عارف عامل أم ميوت ما بين طيب انا غيرت كده واضح؟ كده واضح. ايوه نعم ايوه كده واضح. طيب لحظه بس غيرت مشيت جنب العمود بتاع الانترنت ولا شنو؟ لا 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 غيرته بالموبايل بس خليت الجهاز. طبعا احنا عندنا مشكلة اساسية هنا. انا شغالة براوتر عادة لو حصلت اي مشكلة في الكهرباء ولا تزبزب في الكهرباء ولا اي شيء الراوتر بيقطع خلاص النت بيقطع معه. وطبعا انتم عارفين كهربتنا في السودان ربنا ان شاء الله يسترها ويجعلها خير يا رب ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم عن المشكلة بتاعت عدم العدالة في التعامل مع المواطن السوداني عموما. المواطن السوداني أنا كمواطن سوداني طلعت أبرر البلد لأي سبب من الأسباب، ده ما حاجة تخلي الدولة تمنعني أنه أنا أحضر فيها. أخواننا الموجودين في كل العالم يعني ما عندهم الأولوية في بلدهم، نحن عندنا العكس. المواطن اللي بيطلع برا البلد بيفقد كل الأولويات في بلده، بيفقد فرصة أنه يدرس يعلم أولاده في بلده، بيفقد. أنا مثلا أنا بالنسبة لي حاليا يعني مثلا بتي المبلغ اللي هي بتدفعه هنا في جامعة خاصة، أنا اضطريت أدخل جامعة خاصة نتيجة المعادلة اللي بتتعمل للطالب السوداني. المعادلة اللي بتتعمل دي أنا نفسها كان ممكن هعمل نفس المعادلة دي ونفس المبلغ اللي أنا بدفعه لجامعة في السودان كان ممكن أدفعه لجامعة برا البلد، ممكن أدفعه في أي حتة، لكن أنا ما عايزة بتي تقرأ في حتة تانية، أنا عايزة تقرأ هنا قريبة مني من أهلها كده. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا بالنسبة لي ليه ما يكون فيها عدالة؟ ليه المواطن السوداني بيضطر إنه يتعامل معاملة مختلفة عشان هو مسافر برا البلد؟ دي ما فيها حاجات تانية، ما في ضريبة أنا قاعد أدفعها، في ضريبة بدفعها، الضريبة اللي بدفعها دي قصادياته خدمة. طيب يعني ما عارفة أنا، لكن الصراحة هي فيها كان عدم عدل يعني. أنا كان زعلتني جدا جدا، أنا ما عندي مانع إنه أنا أدفع زيه زي غيري، ما عندي مانع، لكن المبلغ بالنسبة لي كان ضخم. أنا ما كنت دكتورة في الجامعة، أنا كنت lecturer مشيت بمحاضر يعني، فما كان المبلغ اللي عندي يعني ما كان يعني بكفي فكرة إنه أنا حأدفع كل المبلغ ده، كان بالنسبة لي مبلغ ضخم وعاجز، وكنت عارفة إنه أنا حأعجز في لحظة من اللحظات عن دفعه. فبالتالي اتنازلت طوالي عن فكرة إنه أنا أعمل في جامعة الخرطوم، وقدمت في جامعة الزعيم الأزهري الحمد لله، وعملت برضو البرزنتيشن وتم قبول الموضوع بتاعي في الدكتوراه، وأشرف علي البروف أبو صالح ربنا يديه العافية إن شاء الله، غريب الله أو أبو صالح غريب الله، وتشرفت بمعرفته يعني فعلا الفترة ديك. وكانت مرحلة الدكتوراه اللي أنا زي ما تكلمت لكم قبل شوي عملتها عن تطبيقات برنامج مقترح في تطبيقات الحاسب الآلي وتأثير على الكفاءة التدريسية بالنسبة لطلاب، أنا كان مسكت بالضبط قسم الكيمياء، الناس اللي بيقروا كيمياء بالضبط. وتكلمت عليكم قبل شوية عن شكل البرنامج بتاعي كان شكله شنو بتاع الدكتورة. ديك العافية. أنا أشوف رغم المعاناة بتاعت الإنترنت وكده برضو دكتور شاهيناس حاولت لحد ما جات راجع يعني، فشكرا لك والله. وبضم صوتك يعني بضم صوتي لصوتك إنه مفروض يعني المغترب السوداني مفروض يعني على الأقل يلقى يعني يتعامل معاملة كريمة في بلده يعني. يعني سيدي مثلا حتى زول مثلا في بريطانيا لو طلع مش يشتغل برا، وده حصلت معينة اللي كم سنة عندك مدة معينة يعني، إذا أنت
إذا أنت غبت من البلد إلا تغيب من البلد ثلاثة سنة متواصلة، ثلاثة سنة متواصلة بمعنى شنو؟ بمعنى إنه ما يكون عندك أي ارتباط هنا بالبلد يعني. لكن لو كان هنا عنوانك قاعد عندك مثلا شقتك مأجرة أو شقتك مأجرة، طبعا أكيد بيكون في زول قاعد فيها وكذا، ما بعملوك معاملة إنك أنت برا البلد. حتى لما تيجي تدرس بتدرس بتدفع زيك وزي الهوم ستودنت يعني. فيعني صراحة يعني القوانين دي مفروض تتغير يعني، مفروض الناس تضغط على الديسيشن ميكر أو على صانعي القرار في السودان إنه الحاجات دي مفروض تتعدل يعني، لأنه المغترب في النهاية بيدفع برضو ضرائب زي ما ذكر الدكتورة شاهيناز، ومن حقه يعني يتعلم، ومن حق أولاده يتعلموا يعني. على الأقل أنت لو ما دار تخلوه هو يتعلم، خلى أولاده يتعلموا يعني. ففعلا دي كبيرة طبعا. القوانين دي اتعملت في عهد نظام بائد، ونظام هدفه كان إنه يشري الخزينة بتاعت الدولة ويصرف على البزخ والفساد بتاعه من جيوب المغتربين، وبالتالي كان في ديسكريميناشن يعني، أساس إنه والله السوداني اللي برا السودان ده زول تاني، ما سوداني، ما السوداني ذاته يعني بتاع البلد. المشكلة إنه قمت تتواصل في ظل الانهيار الاقتصادي، تواصل نفس القوانين ونبقى ما حققنا واحد من أهداف الثورة اللي هو العدالة، حرية سلام وعدالة. وتاني حاجة طبعا أن إحنا بنفقد كمية بتاعت يعني طلاب سودانيين لصالح دول تانية، زي ما ذكر الدكتورة شاهيناز السي إنه كان نفس القروش اللي بتدفع لها بيتها في جامعة خاصة ممكن تقريها في حتة تانية. وصراحة عشان to be honest to frank ممكن تكون الرانكينج بتاع الجامعات أفضل، والإنفايرومنت بتاعت الهناء والديديكيشن تكنولوجيز أفضل، لكن الناس دائرة لأسباب ثقافية وتربوية إنه أولاده يكونوا في السودان. فإنت أي طالب بتفقده، إنت بتفقد الكلشر اللي كان ممكن تجي من الطالب ده، الفرص اللايفليهود بتاع الطلاب ديل في المستقبل، وجزء يكون الطلاب ديل ما بيعملوا مشاريع في أثناء الجامعة، الطلاب ديل بيصرفوا غير التيوشن اللي بيدفعوا للجامعة ده بس القروش التسجيل، هم ذاتهم بيصرفوا في المواصلات، بيفتحوا بيوت تانية. ففي زي ما نقول ايكونوميك ملتيبلاير من دراسة الزول هنا. الناس اللي بيخططوا في التعليم العالي يفترض الحاجات دي يكون خطوها يعني. احنا بكل أسف قلنا أكتر من مرة إنه إدارة التعليم العالي من غير وجهة نظر بتاعت بيزنس بتخلي القرارات بتاعت موظفين بيروقراطيين ما فاهمين الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للموضوع ده يعني. وشكرا لك على إشارة النقطة ده دكتور شاهيناز، كل المغتربين بيعانوا منها ويجوا راجعين بيتعاملوا مع المغتربين كأنهم كاش كاوس. أي حاجة تلقى أي مسؤول بيتكلم إنه والله إذا نعمل والنهضة الاقتصادية وتحويلات المغتربين، أنت المغترب ما ممكن تتعامل مع ولد إنه أجنبي وداير تحويلاته يحولها لك، يحولها لك لشنو يعني؟ مش كده؟ شكرا لك يا دكتوره. الله يديك العافيه يا دكتوره نور. يديك العافيه. طيب يا دكتوره خلصتي يعني؟ انا ما شاء الله يعني، انا يعني ال 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 الماجستير بتاعك والدكتوره يعني عملتهم في حاجه ممكن تكوني سابقه لزمنك يعني، لانه الوقت ده كان لسه التكنولوجيا في التعليم حتى في الدول المتقدمه كان يا دوب مثلا بدات تخش يعني، وبدات تخش بصوره خجوله يعني، ما بصوره ذكيه زي الصوره اللي يعني احنا شغالين بها يعني. طيب الدكتورة أضافت لك شنو يا دكتور؟ الدكتورة أضافت لي كثير جدا جدا صراحة. أنا لما عملت الدكتورة كانت في تكنولوجيا التعليم زي ما ذكرت لكم قبل شوي في تطبيقات الحاسب الآلي. أنا ما كنت بروفيشن يعني في الحاسب الآلي، لكن لما بديت أعمل الدكتورة بتاعتي بدأ التركيز أكثر على فكرة إنه أنا ممكن أستفيد كيف من الحاسب الآلي، ممكن أطور الشكل بتاعه كيف. أنا اضطريت إنه أنا أخذت المنهج متكامل عشان أنا أضع المنهج بتاعي ده واستخدمه يعني، كنت مضطرة إنه أنا أقعد في الجهاز وأعمله زي الدليل يعني، إنه أنا خطوة بخطوة كيف حأشتغل فيه. وزمن ما أعرفه ويندوز كم كان غايته، لكن كان فيرشن بعيد شديد يعني، أنا ما أعرفه ويندوز كم. 2010 أنا عملت الدكتورة بتاعتي يعني، فلما أنا كنت بشتغل فيها أنا تعلمت كثير جدا يعني، كل الطريقة بتاعت التعامل مع الحاسب، حتى حل المشاكل التقنية الممكن تحصل أثناء ما الزول شغال تعلمتها في الفترة دي، والمشاكل الممكن تحصل في الطباعة في غيره، كل الحاجات دي أنا تعلمتها في الفترة بتاعت البرنامج بتاعي ده. تاني كمان في حاجة مهمة شديدة أنا أضاف لي البرنامج بتاع الدكتورة بتاعي اللي هي فكرة SPSS أو التحليل الإحصائي، كان بالنسبة لي رغم أنه أنا درسته في الماجستير، لكن هنا أنا كنت بضطر، أنا كنت مغتربة يعني، ما هنا في الماجستير عندك جهات بتساعدك، أنا عملته وأنا في السودان فكنت بلقى جهات بتساعدني،
يعني ألقى زول يساعدني في الاس بي اس اس، ألقى زول يعمل لي مثلا بعض الحاجات. صراحة كنا بنوديها تحليل إحصائي لمكاتب يعني. فلما وصلت مرحلة الدكتوراه ما كان عندي طريقة إنه أنا أمشي أي مكان، كان لازم أتعلم أي حاجة برأي ولازم أعمل أي حاجة برأي. عندي زميلة مصرية كانت بروفيسور الله يذكرها بالخير دائما، الدكتورة أماني سعيدة ما بنسى، هي حاليا أتوقع إنها ماسكة البحث العلمي أو البحث العلمي في جامعة القاهرة عموما. فكانت بالنسبة لي خير معين فعلا، هي أدرجتني في حتة الـ SPSS دي حتة حتة، وردني أنا كيف ممكن أعمل أي حاجة داخل الـ SPSS، وساعدتني على التعامل مع الموضوع بتاع التحليل الإحصائي ده. وفي حاجة مهمة جدا أضافت لي فترة الدكتورة دي يعني، أو أنا استفدتها في فترة الدكتورة من وجودي في السعودية في جامعة الملك خالد. كان عندنا سيمينار أسبوعي، سيمينار أسبوعي لمناقشة خطط الدكتورة. فأنا كنت بجي أقعد بسمع المناقشة، أنا ما كنت، أنا كنت لكشرر ما كنت دكتورة يعني، كنت بجي أقعد بسمع المناقشة يعني المناقشات المختلفة بتاعت الدكتورة دي. فلما البروبوزل بتاع الطالب بيتفلفل كده حتة 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 من لجنة كبيرة موجودة في القاعة، وحضرت كم من المناقشات بتاعت الرسائل النهائية يعني، كم بتاع مناقشات غير عادي. فدي المرحلة دي أنا استفدت فيها كثير جداً في على نطاق البحث العلمي يعني. حتى لما جيت أنا قبل ما أقدم الدكتوراه بتاعتي طلبت منهم، استأذنتهم، أنا ما مقدم البحث بتاعي في جامعة الملك خالد، لكن استأذنتهم إنه يناقشوني زي ما بناقشوا الطلاب بتاعينهم، وفعلاً سمحوا لي بإنه أنا أدخل المناقشة، ودخلت فعلاً مناقشة مع نفس الأساتذة اللي أنا كنت بدرس معهم as lecturer، وقدمت البرزنتيشن بتاع البحث بتاعي، وتمت مناقشة كل النقاط إنه النقطة دي مفروض تتعامل بيرفكت، إنها تكون كذا ودي تكون كذا ودي تكون كذا. وفعلا كانت حاجة كثيرة أنا استفدت منها كثير جدا يعني. أنا المرحلة اللي يعني أنا بقدر أقول عليها إنها كانت مرحلة نضج بالنسبة لي في البحث العلمي، اللي هي المرحلة اللي أنا عديتها وأنا بعمل في الدكتوراه، وأنا شغالة في جامعة الملك خالد ومتابعة مشاريع البحث العلمي الأخرى من الطلاب المقدمين في البحث العلمي. والله يعني حاجة عظيمة فعلا يعني. انت محظوظة جدا انه يكون يعني تلقي لك زي ما اقولي موك اكزام للحاجة اللي انت مقبل عليها. ودي حاجة برضو بتلقي الضوء على غياب الريسيرش كلتشر في الجامعات السودانية يعني. في ما الكلام ده بنقوله على العموم، لانه شفنا كثير جدا من الجامعات ما بيكون في سيمينار اسبوعي ولا 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 حاجة بسبب الضغوط الاقتصاديه بتاعت الاساتذه وكده، ما بيقدر يوفروا زمن يعني كافي لطلابه. لكن انا برضو كان تجربه في كوريا الجنوبيه، كان عندنا حاجه اسمها الستاتس ريبورت، اللي هو كل اسبوع بتيجي تناقشي الخطه بتاعتك للاسبوع الجاي، وبتناقشي عملتيه وشنو في الاسبوع اللي فات. فبتاخدي انبوت من الناس اللي حوالينك، وبتستفيدي فائده كبيره جدا. انت والله دي تجربه ممتازه يعني حصلت عليها. نعم. أنا بس عايز في نقطة ذكرها الدكتور أنور، نحن يا جماعة لما نقول إنه الحاجة دي ما موجودة في السودان، ما دارين نجلد نفسنا ولا دايرين، بقدر ما نحن عايزين الناس تنتبه لها، باعتبار إنه نحن يعني أخذنا خبرات مختلفة من حتات مختلفة، عايزين نفس يعني زول لما نقول لك أنا درست في كوريا الجنوبية مفروض تيجي تقعد وتقول لي تعال وريني، لأنه كوريا طبعا كوريا يعني ما دايرين. زول قال لك والله أنا مثلا اشتغلت يعني في الحتة الفلانية، مفروض أنت تأخذ الخبرة بتاعته أو تتغرب وتشوف الخبرة بتاعته، مش إنه حتة إنك أنت تشوف نفسك والله أنا أقل. نحن ما بنقول ما جبنا هنا دكتورة شاهيناز ولا جبنا جناز، كله نتكلم على سنة إحنا بس يورونا العيوب، لا نحن عارفين، نحن ما عارفين إنه بدليل إنه البلد كلها منتهية. تمام، البلد منتهية معناه في مشاكل اقتصادية، معناه في مشاكل في التعليم، معناه في مشاكل في أي حاجة. طيب نحن دايرين شنو؟ نحن دايرين نحل المشكلة. نحن لما نجي لنا نتناقش يعني، انت اول حاجه لما تمشي للدكتور، الدكتور ده يشخصك امشي اعمل لي اشياء عشان يديك العلاج الابروبريت، نفس الفكره يعني. فانا ما ادري الناس تفهمنا غلط انه نحن بس بننتقد بس، لا، وحنجي نشوف انه دكتوره شاهيناز عملت شنو. طيب يا دكتوره، جيتي عملتي الدكتوره بتاعتي وخلاص يعني، بعد ده اترقيتي من 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 لكتشرر، بقيتي يعني بقيتي دكتورة يعني في الجامعة، أستاذ مساعد. نعم نعم أيوة.
طيب عملت الدكتوراه بتاعتي فعلا زي ما ذكرت لكم في جامعة الزعيم الأزهري، وأخذت دكتوراه في 2010 آخر 2010، وفي 2012 أنا سافرت المملكة العربية السعودية جامعة شقرة، اشتغلت فيها كأستاذ مساعد assistant professor. فعلا أنا أول حاجة بركز على كلام دكتور ياسين اللي قاله قبل شوية، لما نحكي بحاجة نحن حصلت لنا برا واستفدنا منها، هسه نحن قاعدين نحكي البيست براكتسز، أحسن الخبرات أن نحن نلناها برا، عشان نحن بنحاول بقدر الإمكان إنه الحاجات اللي نحن عملناها برا نلقاها في بلدنا، أو غيرنا يلقى الفرصة اللي أنا لقيتها غيري تتوفر لي برضو إن شاء الله ونتمنى. اشتغلت في جامعة شقرة. طيب أنا عايزة أحكي لكم فكرة جامعة شقرة دي نفسها. أنا كنت زي ما حكيت لكم إنه أنا كنت في جامعة الملك خالد، أخذت فيها 5 سنوات في جامعة الملك خالد، ورجعت منها صراحة أنا كان استقلت بسبب موضوع الدكتوراه ده نفسه، إنه أنا عايزة أكمل الدكتوراه زي ما ذكرت لكم إنه آخر سنة كانت السنة الخامسة أنا قدمت فيها الدكتوراه بتاعتي وتم قبولها في جامعة الزعيم الأزهري، فقدمت استقالة من جامعة الملك خالد ورجعت على أساس إنه أنا أكمل الدكتوراه بتاعتي هنا. فعلا أنا كملت الدكتوراه في السودان هنا، اللي هي بالضبط كانت أنا بديتها تقريبا 2009، رجعت أنا كنت بادية من قبل كده، سجلت من قبل كده يعني 2009 أنا رجعت، 2010 كان آخر 2010 ديسمبر 2010 أنا خلصت الدكتوراه، 2012 وأنا صراحة عانيت ومن رجعت أنا نهائيا ما قدرت ألقى أي وظيفة في السودان، فتشت ما تعبت في كثير من الجهات الفترة دي معهم في البيت يعني، لكن فتشت يعني أمي بالنسبة لي إنه أنا أشتغل في جامعة. أي شخص كان بيسألني بيقول لي هدفك شنو، أنا كان هدفي حاجة واحدة، مش الزول بيحدد هدفه من البداية، حاجة واحدة أنا هتخرج من الجامعة هعمل ماجستير وهعمل الدكتوراه وهشتغل في نفس الجامعة اللي تخرجت منها، بس دي كانت فكرتي. أنا تخرجت من جامعة السودان وسعيت لإنه أنا أكون أشتغل يعني في جامعة السودان، لكن للأسف ما توفرت لي الفرصة. وفي حاجة أنا لحد الآن يعني ما قادرة أنساها أبدا، عشان كده أنا حاذكر الآن موقف حصل لي من الحمد لله الحكومة السابقة النظام السابق. أنا لما مشيت أقدم، طبعا إحنا عارفين كلنا إنه التعيينات بتاعت الجامعات لازم الناس بيقصوا عنهم أمنيا، يعني في تقصي أمني يعني يكون عن الزول. أنا كنت الفترة صراحة كنت نشطة سياسيا في الجامعة، لما جيت أقدم للفترة اللي أنا جيت فيها جمدت نشاطي تماماً بعد مشيت السعودية. ال5 سنوات دي كان نشاطي مجمد، ولحد ما رجعت يعني أنا سافرت 2004، من 2004 لحد 2010 تماماً خارج السياسة. لما جيت قدمت كان تقريباً 2011، بداية 2011 قدمت في جامعة السودان، كان في وظائف وكانوا بالضبط عايزين تكنولوجيا تعليم، وجيت قدمتها. لما جيت أقدم الملف بتاعي لوكيل الجامعة، كان الناس بتقدم ملفات ورقية يعني في مكتب وكيل الجامعة، وجيت لوكيل الجامعة وخدت له الحاجات. أنا لحد الوقت ده يعني هو لما عاين للورق هو نفسي وكيل الجامعة اللي كان في الزمن اللي أنا موجودة فيه، عاين في الورق بتاعي وقال لي أنت نفسي شاهناز ذاتك اللي كنت خريجتنا هنا، مش لما نقلب الورق كده خريجة جامعتنا هنا مش، قلت له أيوة نعم أنت شاهناز ذاتها وجيت تقدم عندنا، قلت له جيت أقدم عندكم، قال لي شيلي ملفك ده، رماه لي كده قدامي، شيلي ملفك ده، قلت له ليه يا دكتور ما تخليه، قال لي لا دار قدم يعني، قال لي لا ما بخليه، شيلي ملفك ده وامشي ما تجينا، قلت له ليه يا دكتور، قال لي انت ما مطابقه للمؤهلات اللي احنا عايزينها، ومعقوله تكوني انت فكرتي تجي تقدمي لنا؟ فقلت له كلمه واحده، قلت له كده دخله يا دكتور يمكن ربنا يسهل بالضبط، قال لي جملة واحدة أنا ما قادرة أنساها أبداً لأنه أنا مركت منه اليوم ده وأنا ببكي يعني، قال لي اسمعي يا دكتورة حتى لو ربنا سهل نحن ما حنشوفك قاطع قطعي.
فشلت ملفي وطلعت وانا ببكي يعني، كنت انه يعني ودعت حلمي خلاص يعني، خلاص ما في امل لي، وشلت ملفي فعلا وطلعت منهن. الكلام ده كان 2011، وفتشت في كل الاماكن الوقت ذاك، ما لقيت اي عمل وظيفه ابدا. كانت وانا اصلا انه في جامعه في السعوديه اسمها جامعه شقره، جامعه شقره هي جامعه جديده طبعا. لما جاني الاعلان بتاع جامعه شقره انا ما كان، ما كان الناس خلاص قدمت، التقديم انتهى، وكانت اليوم اجت فيه بدت فيه المعاينات فعليا في الجامعه، وانا ما كنت مقدمه خالص. فقالوا لي انه في معاينات جامعه سعوديه اسمها جامعه شقره في برج الفاتح. قلت لهم طبعا اصلا ما في، يكون ما ممكن يكون في جامعه اسمها شقره، انا ما سمعت بها، يمكن دي حاجه وهميه، ولا يكونوا يعني اي زول داير يسرق قروش الناس ديل حيدفعهم ويقول لهم في جامعه اسمها شقره. لما جيت بحثت فعلا في النت لقيت انه فعلا في جامعه اسمها شقره، وسالت قالوا لي المعاينات اليوم شغاله. مشيت، كان مطلوب نفر واحد تكنولوجيا تعليم، نفر واحد فقط. لما جيت وقفت وانا ما مقدمه، ما كنت متخيله اصلا انه حيشيلوني. ففعلا لما جيت دخلت اخش المعاينه قالوا لي خلاص نحن حنخش بملفك اول، نسال السعوديين الناس اللي اصلا مقدمه، ودخلت وسمحوا لي بالدخول. سبحان الله كنت الوحيده اللي شالوها في التخصص، كان الناس موجودين شالوها في التخصص. وبعد وجاني الخبر يعني، انا اتصلوا علي الساعة تقريبا 11 مساء بالليل، وأنا نوع الناس اللي بينوموا بدري على العموم، ما بحب السهر. لما جاني الاتصال إنه تم قبولك ومطلوب منك تجي بكرة عشان توقع العقد، وأنا طالعة من وأنا جاية يعني، وجاني الكلام ده أنا كنت ببكي ليك، ما عادي ما كنت عايزة أسافر أصلا. ما كانت على بالي فكرة إنه أنا عايزة أسافر، أنا ما عايزة أسافر، لكن أنا حال غير كده أسافر أصلا. فكنت متألمة جدا جدا، وكنت ببكي بطريقة لدرجة إنه أنا قربت تجيني حالة نفسية الأيام دي من فكرة إنه أنا مسافرة السعودية أصلا، وأنا ما عايزة أسافر السعودية ولا عايزة أمشي أي مكان، أنا عايزة أقعد هنا بس. فكانت بالنسبة لي حاجة يعني، هي فعلا يعني كانت مرحلة أنا طلعت منها مهزومة من معركة، ودخلت طوالي معركة قصادة وكنت منتصرة فيها الحمد لله. يعني بعدها أنا فعلا حسيت إنه أنا حسيت بنشوة نصري، يعني إنه أنا فعلا أنت منعتني لكن ما بتمنع رزق الله، منعتني أشتغل في محلة أنت بتملكها في إيدك يعني، لكن ما منعت مني رزق الله، الله وسع علي في حتة تانية الحمد لله. ودي كانت حاجة يعني برضو الفترة اللي أنا عديتها في جامعة شقرة كانت من أجمل فترات حياتي، ولاقيت فيها نخبة، نخبة النخبة ممكن أقول يعني. وكانت مرحلة يلا شوفوا، أنا المرحلة دي المرحلة اللي بدت فيها، بدأ فيها مشوار نجاحي يعني، مرحلة ما بعد الدكتورة دي المرحلة اللي أنا قدرت تطورت فيها تطور سريع سريع وشديد يعني كثير، يعني في حاجات إكستنسيف كانت ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، عملت كم حاجة وفعلا قدرت مشيت فيها لي قدام الحمد لله. والله سعيدين يعني، سعيدين قمة السعادة يعني. يعني مع أنه شوف سبحان الله، إنك أنت كان حلمك إنك تشتغلي في جامعة السودان، يعني جامعة درستي فيها وعشان يعني زي التوكيف بات يعني، لكن للأسف يعني منعوك، وسبحان الله ربنا فتح لك يعني. دي مفروض البشر ذات الواحد يعني، بالذات نحن المسلمين والسودانيين بالأخص يعني، نتعظ من الحتة دي، انك انت والله لو قفلت علي ما معناه انه خلاص يعني، انت مفاتيح رب العالمين في يدك انت يعني. فيعني وده دي واحده من المشاكل اللي ضرت السودان، والى هذه اللحظه الحته بتاعت انه والله انت لو ما زلنا ما من شغلك، وانت لو ما يعني فيعني جاء. انا طبعا التعليم في المملكه العربيه السعوديه تطور جدا جدا يا دكتوره، فممكن تكوني يعني كده بس مقارنه سريعه من ايامك في جامعه الملك خالد لجامعة شقرة، يعني جامعة شقرة من الجامعات الناشئة والجامعات الرائعة جدا يعني في السعودية يعني. بالنسبة للتطور طبعا فعلا حصل تطور كثير جدا جدا يعني. شوف الفترة اللي أنا وفعليا يعني، حتى أنا حقارن لك ما بين السعودية زمان وهسي، يعني التعليم ما زمان وهسي
وحقارن لك كمان ما بين الوضع كان في السعودية والوضع في السودان الآن. في السعودية زمان وفي السودان الآن. أنا لما مشيت أول حاجة بلكشرر كانت 2004 بمحاضر 2004. أنا كنت ماسك القسم بتاع تكنولوجيا التعليم بشكل عام. كنت ماسك القسم بتاع تكنولوجيا التعليم. المعمل ودي الفترة دي فترة أنا فعلا كانت طورت فيها في تخصصي كثير اللي هي التطور التقني أنا أقول عليه أو السكيلز المهارة نفسها. لسبب واحد أنا كنت ماسكة المعامل بتاعت الحاسب الآلي مش الحاسب الآلي معامل الوسائل التعليمية عموما ومن ضمنها التقنيات عموما يعني سواء كانت حاجة تراديشنال ولا يعني مودرن أدفانس يعني مثلا المعمل كله كان مسؤوليتي يعني حتى الأستاذ أو عضو هيئة التدريس اللي عايز يشتغل أي شغل لازم بيجي تقدم لي أنا طلب وأنا بطلع الجهاز المحدد المطلوب واستلمه مني وسلمني ليه وبعد ما يخلص بتوقيع برضو يعني كان عندي لهم فورمات يعني فأنا كنت مسؤولة من المعمل أنا فضلت وكان عندي طبعا ساعاتي التدريسية يعني برضو شغالة ساعاتي التدريسية فضلت إنه أنا أنقل مكتبي تماما بدل ما يكون عندي مكتب برا مكتب أنا عايزة مكتبي جوا المعمل بتاعي نفسه حولت المعمل بتاعي لمكتب جميل جدا عملت المعمل بتاعي وحولت القاعة بتاعتي بتاعت المعمل نفسها عملت فيها مخزن أصلا هي فيها مخزن جانبي كده دخلت المعدات والأجهزة كلها في المعمل في المخزن وعملت المعمل هو معمل كبير جدا يعني واسع دخلت فيه طاولات كده وعملتها قاعتي خلاص بقت دي قاعتي البدرس فيها طلابي وده معملي لأنه أنا كنت بدرب الطلاب أصلاً على كيفية استخدام الأجهزة فبقوم كل مرة بطلع في الترابيز أجهزة مختلفة زمان طبعاً كان في الأجهزة بتاعت عرض الشرائح والأجهزة بتاعت الشفافيات والأجهزة زي دي بخد في كل ترابيزة جهاز وببدأ كنت طابع الورق بتاعي بتاع التجارب يعني أو طريقة العمل بتاعت الجهاز بدي كل ترابيزة طريقة العمل للجهاز المناسبة طبعاً بالإضافة للشغل بتاع الوسائل العادية يعني إنه كيف أصمم وسيلة تعليمية ورقية كيف أصمم لوحة جيوب كيف أصمم لوحة عادية كيف أصمم لوحة كهربائية كل الحاجات دي كنا بنشتغلها يدوي فدي الفترة اللي أنا فعليا يعني قدرت مشيت فيها لقدام فعلا لسبب واحد أنا مشيت من السودان وأنا ما بعرف صراحة ولا جهاز ما بعرف ولا جهاز فعليا فلما مشيت كنت مقفولة في المعمل ده بنزل الجهاز بخطه قدامي وبجيب المانيوال بتاع الجهاز ببدأ أقرأ في المانيوال بتاع الجهاز خطوة خطوة وأتعلم في الجهاز القدامي ده بحسب الخطوات المكتوبة في المانيوال فتعلمت إنه أنا أول حاجة أشغل كل الأجهزة دي تاني بقينا في المشاكل اللي ممكن تحصل طارئة بقيت برضو أي مشكلة تحصل طارئة بقوم بشيل المانيوال معايا البيت بقرأ المشكلة الخيارات المختلفة اللي أنا ممكن أعملها عشان أصلح الجهاز ده وبجي أحاول إنه أنا أصلح الجهاز وفعليا كنت صلحت أغلب الأجهزة الموجودة بعد الفترة اللي أنا قعدتها دي أغلب الأجهزة اشتغلت حتى اللي كانت واقفة شغلتها فيها مشاكل اتعاملت معها كلها اللي عندها حتى أحيانا بيكون مثلا في حاجة بسيطة في الجهاز يعني الأجهزة بتاعت العرض دي السكرينز دي مرات اللمبة بتاعت الجوة لو خسرانة ولا خلاص مدتها انتهت اللمبة مدتها انتهت لازم أغير اللمبة بس فبقوم الجهاز بيقيف بيقفلوه لحد ما تجي الشركة بتاعت الصيانة يعني فأنا كنت بفتح الجهاز وبطلع اللمبة من جواه وبسلمهم اللمبة بقول لهم جيبوا لي لمبة زي دي بس من أي مكان فكانوا بشيلوا اللمبة دي بجيبوا لي بدلها بركب اللمبة على الجهاز بشغل يعني كانت بتكون أبسط حاجة أحياناً بيكون الكسر في الزجاجة الأعلى المهم الفترة دي أنا فعلياً دي الفترة اللي أنا قدرت طورت فيها السكيلز المهارات اليدوية بتاعتي إنه أنا أتعامل مع الأجهزة دي كلها طيب دي الأجهزة اللي كانت وقتها ذاك موجودة في نهاية الفترة دي تقريباً 2004 لا 2008 2008 أو 2009 ما قادرة يعني صراحة أتذكرها كويس 2008 أو 2009 ظهرت السبورة الذكية من الزمن ذاك بالمناسبة ما حاجة جديدة السبورة الذكية كانت جابوا لنا السبورة الذكية جابوها لي في القاعة كان في سبورات كبيرة تركبت في القاعات
وفي سبوره جابوها لي في المعمل لانه المعمل كانت مركبه فيه سبورات عاديه اصلا، جابوا لي سبوره ذكيه محموله يعني زي السبوره العاديه اللي بتمشي دي يعني، يعني هي كبيره لكن يعني على على عجلات يعني. فالسبوره كانت سبوره ذكيه كبيره وتوصل بالحاسب طبعا بالكمبيوتر، ومركب فيها من تحت طابعه، السبوره نفسها فيها من تحت طابعه. كل الكلام اللي انا بشرحه في الشاشه بتاعتي دي وانا بقلب طبعا زي ما بشتغل في موبايلي يعني، وبكتب بيدي حتى، ما كان كانت الاقلام بتاعت الجات ما جاتني باقلام، كنت بكتب عادي بيدي وبقلب الصفحه اكتب في البعدة عادي بشرح. بعد ما خلصنا شرحنا كله بقوم بعمل برينت للشاشات بتاعت السبورة اللي انا استخدمتها كلها طوالي، بس بضغط على برينت وبسلم الطالبات البرينت اللي انا طلعته ده، فبتبقى كل الكلام اللي احنا شرحناه وما محتاجين يكتبوا معاي لانه موجود خلاص عندهم. فلاحظوا ده كان 2009 تقريبا او 2008. لما جيت رجعت المملكه مره ثانيه كانت 2012، خلاص ده كان 2009 دي 2012. لما رجعت 2012 لقيت الوضع مختلف تماما. الكليه كل الغرف بتاعتها فيها تقريبا اغلب الغرف بتاعتها فيها سبورات ذكيه. السبورات الذكيه نفسها بقت اذكى من زمان يعني، بقت اذكى اكثر ذكاء يعني، فمتطوره اكثر يعني، بقى حتى فكره التعامل معاها بالجهاز بعدين الميزه كانت شنو بالنسبه لي، انه انا لما مشيت وصلت الكليه اللي انا وصلتها كنت انا اكثر زول عندي خبره سابقه في التعامل مع النوع ده من السبورات، في التعامل مع التقنيه الحديثه، لانه خلاص انا كنت اتشربتها من الفتره اللي فاتت وعرفتها جهاز جهاز. بالعكس كانت الحاجات اللي انا عارفاها سابقا اكثر من الحاجات اللي انا لقيتها اللحظه دي، تمام. فالسبورات اللي لقيت السبورات التفاعليه الحديثه الاكثر حداثه، لقينا المعامل مهيئه اكثر، المعامل اللي فيها الابل كل الكمبيوترات ابل، السبوره نفسها في انواع طبعا بتاعت سبورات ثانيه لقيتها في مراكز تدريبيه مثلا، دي ما كانت في الجامعه، في مراكز تدريبيه اشتغلت فيها مثلا كورسات تدريبيه كانت السبورات التفاعليه بتاعتهم فيها حاجات ادفانس يعني، حتى انها انا بقدر اعمل كونفرنس باستخدام السبوره بتاعتي. انا كنت بشتغل في قاعه والطلبه لما يكونوا كتار الموجودين معي عددهم كبير، بيكون معي هنا مثلا 50 طالب، بيخطوا ال 50 وال 50 الثانيين، كان عندي دوره تدريبيه قبل كده يعني عملتها سجلوا فيها 150 متدرب ومن النساء بس، طبعا السعوديه فيها فصل ما بين النساء والرجال، فكنت بشغل الدوره التدريبيه ال 150 ديل قسمهم في 3 قاعات. بتبقى السبوره بتاعتي اللي انا شغاله فيها مضاف لها كاميرا بتظهر صورتي انا وبتظهر الكلام المكتوب في السبوره، وفي نفس الوقت بيظهر في 3 قاعات مع بعضها صوت وصوره، وتقدر الطالبه نفسها اللي عايزه تتكلم معاي بتقدر تستخدم المايك الداخلي تسالني اي سؤال، انا بديني صوتها طبعا هنا وبقدر اجاوب عليها. كان بس في مشرفه في كل قاعه ترتب الحاجه وطبعا تحفظ الاتزان والتواصل والانتظام وكذا، وانا في القاعه هنا دي. ثاني حاجه عندهم سبورات طبعا حاليا ظهرت حاليا دي بقت حاجه متقدمه شديد لدرجه انها بتستخدم الهولوجرام، الحاجات اللي فيها مثلا بتستخدم الفايف جي اللي فيها سرعات عاليه بتاعت انترنت، الحاجات اللي بتدعم الفيرشوال لابس دي كلها حاجات بقت موجوده حاليا. يلا انا عايزاك تقارن لي يا دكتور ياسين، شوف الفتره اللي انا عديتها في الاول صح نلت فيها مهارات كثيره يعني في جامعه الملك خالد مهارات كثيره تقنيه، لكن هنا لما جيت هنا كانت التقنيه نفسها تغيرت. شوف الفتره ما كبيره بيناتهم، دي فتره 3 سنين نعم ايوه بيناتهم كانت، لكن سريع جدا جدا يعني في السنة. هسه حاليا وانا في الفكره بتاعت جوجل ترينر دي، انا كل يوم في جوجل بكتشف حاجه جديده، انا لما حاسه انه انا ما قادره الاحق الجديد كتير شديد يعني، انا كل يوم بتظهر لي حاجه جديده. ايوه فدي واحده من الحاجات اللي نحن الزول اللي بيكون عنده علاقه بالتقنيه لازم ينتبه لسرعه التغير سرعه التطور، عشان هو لو ما اسرع بنفس السرعه دي هيكون خلاص اوت اوف ديت، عشان انا اعمل ابديت مع التقنيه لازم اسرع معاه.
بالضبط كده. تفضل يا دكتور. طبعا هي في يعني ده كلام جميل جدا جدا انك انت ربطتي التغنيه بالواقع وعملتي يعني ديمونستريشن لانه كيف يعني الاستاذ الناجح استعمل التكنولوجيا. انا اتذكر في هنا في بريطانيا سنه 2011 اول ما اشتغلت في الجامعه يعني فكنت فبيجوا بيعملوا لك مراقبه يعني زي التوجيه التربيه وزمان عندنا في السودان وكده. فالمهم جاتني واحده قالت لي انا حاجيك يوم كده في المحاضره بتاعتك يعني. فالمحاضره كانت سيمينار يعني ما كانت في قاعه. فكان في السمارت بورد وكان في الـ يعني البورد العادي يعني كان في كم حاجه يعني. فانا صراحه كنت بستعمل حاجه واحده بس يعني لانه الموضوع سيمينار يعني. فبعدك واحده من الفيدباك لما جات ادتني كده قالت لي يا اخي انت عندك سمارت بورد وعندك يعني عندك كم حاجه انت ليه ما استعملتهم كلهم يعني. فقلت لي ده جايبينه ولا انت مش جايبينه انه بس يتخطوا كده في الـ في الـ في المحاضره يعني بس او في القاعه كده. فالحاجه دي يعني نحن في السودان فاقدينها يا دكتوره صح؟ فعلا يا دكتور فعلا عندنا نقص كبير جدا في الحته دي فعلا. التقنية، التعامل مع التقنية عموماً. أنا لما مشيت في الأول جامعة الملك خالد كان عندي مشكلة في التعامل مع الحاسب رغم أني كنت عاملة دبلوم بتاع حاسب آلي، عملت دبلوم حاسب آلي، لكن حسيت أنه المهارة اللي كانت متوفرة لي المهارة البريميتيف يمكن الأساسيات بس، كان عندي الأساسيات بس ما كنت بعرف أدفانس يعني. فكانت بالنسبة لي فكرة أنه أنا بعد ذاك أتعلم بالتجربة، اتعلمت بالتجربة. فدي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الأستاذ السوداني إنه استخدامنا للتقنية هنا ضعيف. لما نطلع برا بنفاجأ بإنه أصبح التعليم معتمد على التقنية وأنا هنا استخدامي لها ضعيف وهناك في اعتماد كامل عليها. فبالتالي ما في حل للأستاذ السوداني إلا إنه يطور نفسه في المجال ده، لازم definitely يعني دي أصبحت حاجة حتمية. ما عندنا فرصة إنه أنا يعني حتى أتعامل معاي يعني كده أو كده، لا حاجة حتمية لازم الأستاذ العايز يطور نفسه لازم يطور نفسه في التقنية، ما في حل. يا دكتورة أنتقل لك من الحتة بتاعت إني خلاص أنت ما شاء الله بقيتي سينيور يعني في شجرة وفجأة كده بديتي الحتة بتاعت الجوجل ترينر. الحتة دي بدأت معاك من وين بالضبط يعني؟ عشان نجي بعد ذاك نجي للمبادرة اللي أنت عملتها في السودان. اعملي ام ميوت لنفسك. ما قدرت تعمل ام ميوت. طيب اوكي ايوه كده تمام. لما جيت ضغطت ام ميوت قال لي لازم الهوست يديك الصلاحيه. طيب عموما الفكرة بتاعت جوجل ترينر دي ما بدت معاي بالمناسبة من بدري، هي يمكن دي نقدر نقول عليها زي ما ذكرها قبل كم يوم الدكتور كان معاي في مقابلة تلفزيونية، دي مميزات البانداميك. كانت مميزات البانداميك الفترة اللي حصلت فيها قبل البانداميك بشوية. أنا سمعت عن الفكرة بتاعت جوجل دي بالضبط، سمعت عنها وين؟ أنا ما كنت عارفة عنها، لكن كنت مايكروسوفت ماستر ترينر، كنت عاملة مايكروسوفت ماستر ترينر، لكن جوجل دي ما كنت سمعت إنه جوجل عندها برنامج زي ده. أنا عموماً بحب التدريب جداً 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 جداً، بحب التدريس، بحب التدريب. أجمل وقت في اليوم أنا بعديه عموماً اللي بعديه قدام طالباتي والطلابي وأنا بشرح، اللي بعديه قدام دي أسعد أوقات اليوم اللي بتمر عليه. حتى وأنا بدرب اللحظة اللي أنا بكون واقفة فيها قدام المدربين وبتكلم دي أسعد لحظة أنا بعديها في اليوم، يعني بكون حاسة إنه أنا يعني أنا بعمل في حاجة أنا بحبها يعني عموماً. فبحب التدريب، فبدأت أطور نفسي في مجال التدريب. قررت إنه أنا أعمل TOT، عملت TOT في كم حتة، عملت في جامعة عين شمس مصر المصرية، عملت في حاجة اسمها البورد العربي، عملت فيه برضو TOT ترينر. وبعد ذاك جيت لقيت فكرة مايكروسوفت اللي هو حبيت إنه أنا أعمل ترينر لكن في الجانب التقني أكتر. ف
فبدأت الفكرة مايكروسوفت والتريننج بتاعهم الموجود عندهم أونلاين اللي بينتهي باس، يعني هو بينتهي بالترينر وبعد ذاك انت بتعمل يعني كم تدريب كده بسجلهم تكتبهم عندك، فبيقوم بترفع طلبك بيدوك as master trainer يعني. فكنت ماخذ الماستر ترينر مايكروسوفت وشغالة فيها فترة، وكنت سمع عنها كثير صراحة في السعودية أصلا، دي الحاجة اللي خلتني أنا أسعى لأنه أنا أعمل ماستر ترينر مايكروسوفت ماستر ترينر. بعد كده كنت بعد كده بسعى لأنه أنا أعمل يعني مع جهات أكاديمية، أعمل عضوية في منظمات أكاديمية عالمية، عملت في المنظمات الأكاديمية العربية يعني مثلا رابطة التربويين العرب مثلا كان عندي فيها عضوية، بدأت أفتش في الروابط اللي بتخص تكنولوجيا التعليم أو المنظمات اللي بتخص تكنولوجيا التعليم عالميا وين. فلقيت المؤسسة اللي بتضع المعايير لتكنولوجيا التعليم عموما في العالم، العالم شغال دائما بسمع بمعايير الـ ISTE، دائما بسمع بـ ISTE معاييره، فبدأت أفتش المعايير دي شنو وجات من وين والمنظمة دي شنو. فجيت قريت عنها اللي هي الانترناشنال سوسايتي فور تكنولوجي ان اديوكيشن، لما جيت بحثت عنها لقيت انها فعلا المنظمه اللي بتضع معايير تكنولوجيا التعليم للمعلم للطالب لمختص الحاسب الالي مثلا او الكمبيوتر ساينس للمانجر او المدير المدير العمليه كلها، كل الحاجات دي لازم ما تطلع من المعايير المنظمه دي. فقررت إنه أنا أبقى أخذ عضوية المنظمة دي، سعيت ليها. لما جيت دخلتها لقيت إنه بياخدوها في اشتراكات بتدفع يعني وإنت بسجل فيها، لكن عشان إنت تخش يعني وتبقى ليدر في المنظمة دي عندهم زي الإلكشن يعني الانتخابات، إنت قدم وأنزل ورينا برنامجك الانتخابي ونعمل لك إلكشن تفوز أو ما تفوز. فجيت فعلا حاولت انه انا قدمتها ونزلت حاجاتي فعلا واخدت كان عضوية في المنظمة دي سنتين اصلا، في الاول كانت السنتين الاولى، وتاني بقينا في قصة الالكشن دي السنة الفاتت. لما جيت دخلت بلقى اي زول كاتب يعني برنامجه قبل الالكشن ومعرف نفسه كاتب فيها انه هو جوجل سيرتيفايد ترينر جوجل ايديوكيتر ليفل 1 ليفل 2، ربي دي شنو لفتت انتباهي يعني انه ليه كل الناس في المنظمة المختصة بتكنولوجيا التعليم ومعاييره ليه بيكتبوا ليه عندهم شرط يعني انه او بيفتخروا يعني بفكرة انه جوجل دي تضاف لهم يعني مضافة لاسمهم، جات من وين؟ فمشيت وبدأت ابحث عن الفكرة فعلا، بدأت دخلت بس جوجل عادي كتبت في خانة البحث جوجل سيرتيفايد ترينر، جيت دخلت وقريت عنها ولقيت في سلسلة بتاعت امتحانات فيها 3 امتحانات وفيها دراسة حالة وبتقدم تدريب، لازم التدريب يكون فيه عدد محدد من المتدربين تقريبا 100 متدرب، قدمت على 100 متدرب دورة تدريبية والجماعة دي نفسهم اللي انت دربتهم قيموك والتقييم بتاعهم جوجل قادرة تدخل التقييم وتشوفه. المهم عملت 3 امتحانات اجتزت 3 امتحانات وقدمت دراسة الحالة وتمت القبول كمدرب معتمد. بقت المشكلة الثانية لما جيت بدأت أفتش في جوجل فور إديوكيشن دي لقيت إنه هم بدوا يكونوا جروبات بتاعت معلمين في كل دولة، لقيت إنه أفريقيا كلها فيها جروب واحد كان في كينيا، بعد الكلام ده بأيام بسيطة بقى في جروب في نيجيريا، لقيت عندهم جروبين في أفريقيا كينيا ونيجيريا، في الدول العربية ما في ولا فريق. فبدأت أفتش إنه جي إي جيز دي اللي هي جوجل إديوكيتر جروب بيجي من وين؟ ليه السودان ما فيه جروب؟ ليه؟ وبيعملوا كيف؟ بدأت أفتش وراء الحاجة دي، لقيت إنه لازم تبي نومينيتد يعني إنه يرشحك أحد الليدرز بتاعت الجروبات الثانية. اتواصلت مع جروب تاني تقريبا اتواصلت معاها وقمت حكيت لها القصة كلها وإنه نحن فروم سودان وكذا كذا كذا حاصل كذا 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 والريستريكشن مودل عندنا ونحن طالعين من ثورة وكل الكلام ده كله، إنه نحن يعني بنطمح انه نحن نقدر نعمل الجي اي جي سودان. فقامت قالت لي ما في مشكله بس لي بياناتك حاجاتك كلها وانا هعمل لك نومينيشن. فعلا عملت النومينيشن، بعد الكلام ده تقريبا باسبوعين ولا 3 قبلها بفتره ايوه جاني ايميل انه صعب جدا نكون جروب طبعا ايديوكيترز في السودان
في صعوبة إنه يتكون حاجة زي دي في السودان. ليه؟ لأنه طبعاً الريستريكشن مود الحاصل في السودان ده، وإنه صعب نحنا نقدر نعمل حاجة زي دي وفيها تجاوز قانوني يعني. فأنا قمت قلت له إن إحنا هي أصلاً هي مثلاً بتاعت خدمة مجتمعية بالنسبة للشركة يعني، إن هي تكون موجودة في حتات تانية يعني، نحنا ما حتنال نحنا حاجة منها، بالعكس يمكن أنتوا حتستفيدوا منها أكثر. المهم بضل كلام كثير في الموضوع، في النهاية بعد الكلام ده بفترة كانت تقريباً أيام ديك المشكلة بتاعت جورج فلويد بتاعت بلاك لايفز ماتر، تذكروها بلاك لايفز ماتر. فأنا كنت رافع عليهم، كل ما أرسل لهم إيميل بخط الحتة دي تحت بلاك لايفز ماتر، سودان لايف ماتر بخطها تحت. فأنا تخيل لي الطلق على الحتة دي شوية أثر. أيوة أثر. فقاموا ودونا فكرة إنه فعلا يسمح لينا بتكوين جي إي جي سودان، وقالوا لي يعني هي كانت صعبة جدا بالنسبة لنا إنه نكوينها، لكن خلاص تم تكوينها، ويعني إنه نحن عندنا يعني الرغبة إنه to support you يعني في أي حاجة أنتوا تعملوها وكذا. ومن هنا بدأت انطلاقة جوجل إدوكيتر جروب سودان من اليوم ده. وكانت بعد كده مطلوب مني إنه أنا يكون عندي كوليدر، أشكل كوليدر يعني أنا أكون كوليدر، ويكون معاي 3 captains. نعم كده جبلي ما اديك العافية يعني. ده بالمناسبة مجهود جبار جدا جدا يعني، إنك أنت تكويني فرع لجوجل إدوكيتر في السودان، ده حاجة ما سهلة بالمناسبة، لأنه نحن لحد الآن منعاني في المعنى سلبية ماي إنه نعمل شابتر في السودان. يعني نفس الليلة جاني منه إيميل وما بنقدر وكده، هو نفس الكلام اللي أنت مريت بيه يعني. فده حاجة عظيمة والله. لكن قبل ما نخش في التفاصيل، هي ذات شنو الحاجة دي، نحن حنستفيد منها شنو في السودان؟ طيب هي الفرق بتاعت جوجل دي مشكلة طبعا كده في العالم هم عاملينها، هي الفكرة المجموعة زي بنقول عليها Professional Learning Networks. هي طبعا دي فكرة بدأت تنتشر يعني، شايفاها عندهم هم بشكل أكتر يعني مننا يمكن، اللي هي النتوركس اللي بتجمع مجموعة أشخاص بيشتركوا في الاهتمامات حاجات محددة يعني. دي مثلا مجموعة معلمين سواء كانوا في التعليم العام ولا التعليم العالي، مهتمين باستخدام خدمات جوجل في التعليم، جوجل فور إديوكيشن بشكل عام، استخدام خدمات جوجل. الجوجل إديوكيتر جروب ميزتها الأساسية طبعا إنه هي بتضم عدد من الأشخاص المهتمين زي ما قلنا بالخدمات بتاعت جوجل، ويستطيعون استخدام خدمات جوجل، وفي نفس الوقت عندهم رغبة في خدمة المجتمع في المجال ده. فبيقوموا شنو ميزتهم شنو؟ إنهم هم بعد كده حيقدموا التدريب اللي حيكون بالنسبة لهم معتمد كده من الشركة يعني، أنه حيقدم يعني جوجل سيرتيفايد ترينر، وبديهم فرص طبعا هم ذاتهم لقدام يعني. حتى أي تريننج يحصل هسي بشكل عام بالنسبة للجروبات بتاعت جوجل الثانية، أي حاجة أي تريننج يحصل نحن بنعرفه قبل أي زول، بنعرف أي تريننج مقدم عالميا في خدمة تقنية نحن بنعرفه، وبيقدم لنا مجاني تماما مجانا. وحتى نحن مطلوب مننا إنه في مناطقنا regionally أو حتى في المنطقة نفسها locally، نحن مطلوب مننا إنه نحن نقدم خدمة مجانية اللي هي تريننج مجاني لكل الناس اللي بيكونوا موجودين في منطقتنا. تمام يعني أنا as GEG leader مطلوب مني فريقي يقدم خدمة على الأقل كل 3 شهور تريننج، على الأقل كل 3 شهور يقدم تريننج للمنطقة بتاعتنا فيها كل الخيارات التدريب الممكن تكون طبعا عن جوجل، خدمات جوجل، أو كمان حاجة تانية كمان اللي هي الديجيتال ترانسفورميشن، دي برضو حاجة جوجل مهتمة بها شديد، الديجيتال ترانسفورميشن برضو واحدة من الحاجات، والديجيتال سيتيزنشيب دي واحدة من الحاجات برضو فيها بتهتم بها كثير. فهي الحركة بتاعت انتشار الفرق وانتشار التدريب المجاني، الخدمة المجانية لكل الناس. يعني حاجة عظيمة يعني، إنه الزول الحاجة اللي يتعلمها يجي نقولها للمجتمع بتاعه يعني، وده اللي بتعمل فيه يعني دكتورة شاهيناس. طيب يا دكتورة، انتوا اسعدي عندكم مبادرة بتاع التدريب معلمين، تمام؟ فأول حاجة طبعاً أكيد انت اخترت معلمين، ليه؟ لأنه الباك جراوند بتاعك وإنه جوجل وديكيتا وكده.
انا عايزك بس تدينا فكره قبل يا جماعه. اول حاجه مرحب بكم مره ثانيه ومستمتعين جدا والله مع دكتوره شاهيناز، وحنديكم فرصه الناس اللي معانا في 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 الزوم بعد شويه حنديكم فرصه اي زول يعني لو نفتح النقاش اي زول يرفع يده نديه فرصه يتداخل مع مع الدكتوره وكمان الناس اللي في في الفيسبوك. طيب يا دكتوره، المبادره اللي انتوا عاملينها يعني للمعلمين، أدينا عنا نبزة وإنه الحاجة دي حتكون يعني متواصلة، وليه أنتوا بديتوا توسع مثلا بمعلمين مرحلة معينة يعني؟ طيب المبادرة طبعا هي مبادرة زي ما ذكرت لكم أنا مقدمة من جي إي جي سودان اللي هو جوجل إدوكيتر جروب سودان، فريق جوجل في السودان. صراحة من تم إنشاء الفريق لحد الآن أصبح معانا مجموعة كبيرة جدا من الناس، اليوم أثر كبير جدا. معانا طبعا حاليا دكتور أنور ضفع الله اللي هو الكوليدر، موجود معانا في الاجتماع. معانا مجموعة يعني كان لها أثر كبير جدا أول انطلاقة جي إي جي، لو ما كانوا هم موجودين ما كانت جي إي جي حتنطلق. كان معانا الباشمهندس عبد الله موجود معانا أتوقع برضو في الاجتماع، مع الباشمهندس أحمد داود موجود معانا، كمان دكتورة ندى. المجموعة اللي كانت مشكلة معانا مجموعة في التريننج بتاع الإي ليرنينج دكتور حمزة، امتثال النور، دي المجموعة اللي كان بدأ بيها جي إي جي، أستاذ عمار جي إي جي بدينا كده. كان عندنا فور كابتنز وكو ليدر. بعد ذاك الناس انشغلت، بقى كل زول انشغل في حاجته يعني، وانطلقت جي إي جي بعد ذاك بطريقتها في توجهها. الفكرة بتاعت التريننج بتاعنا كانت فكرة إنه نحن عايزين نقدم خدمة للمعلم السوداني. المعلم السوداني ان احنا عارفين انه هو اتظلم قدر شنو يعني، اتظلم كثير يعني. الخدمه اللي احنا شايفينها في العالم برا يعني، انا من احتكاكي في السعوديه مثلا، من احتكاكي بالمعلمين او المجتمع المعلمين الموجودين، انا كنت بطلع مثلا مع بناتنا تريننج في المدارس البري سيرفيس يعني البري سيرفيس تيتشر، كنت بطلع معاهم تريننج في المدارس. المجهود المقدم للمعلم السعودي، المجهود المقدم للطالب ما قبل ما يتخرج وقبل ما يشتغل يعني قبل الخدمة، أنا لقيت جهد كبير جدا بيقدم للمعلم. ليه نحن ما نفس الجهد إذا مقدم لمعلمنا؟ ليه ما نفس التطور التقني المتوفر هناك وموجود والناس بيدربوا عليه؟ ما في زول يتولد عارف أي حاجة، ما أنا بديه الحاجة اللي أنا طالبه إنه يطور نفسه فيها أنا أطوره أديه وأقدم له خدمة إياها. فبديت أتساءل من الحتة البانديميك من أول ما جات هسي ومن قبلها من الثورة، نحن مدارسنا معطلة وقفت سنين يعني، ما أيام، نحن وقفنا سنين من التعليم. فدي واحدة من الحاجات اللي خلتني أفكر إنه ليه نحن لما نخدم المعلم السوداني، نحن ما خدمنا المعلم السوداني براو، نحن خدمنا أولادنا في المدارس تلقائيا، خدمنا أولادنا وأولاد أولادنا حتى الجايين بعدين، خدمنا الوطن إنه نحن حننشئ مش معلم، نحن حننشئ بالمعلم ده جيل كامل يقدر يمشي البلد لقدامه، ونحن دي الحاجة دارينا يعني، تخيل لي ونصليها إنه نحن نقدر نمشي بلدنا لقدام. فدي واحدة من الحاجات اللي خلتني أفكر إنه أقدم الخدمة دي للمعلم، إنه أنا الخبرة الموجودة عندي أنا عايز أنقولها لمعلم السودان. أنا زيهم كنت اشتغلت في المدارس الثانوية، اشتغلت في كثير من المدارس الثانوية، أنا اشتغلت 9 سنوات في المدارس الثانوية في السودان قبل ما أعمل الماستر، اشتغلت اتنقلت في مدارس كثيرة، اشتغلت في أم درمان الثانوية، اشتغلت في أم درمان شرق النموذجية، اشتغلت في البلوك الثانوية، اشتغلت في مدرسة مربع 15 المربعات، اشتغلت في أبو عنجة الثانوية، كل المدارس دي أنا شفت الوضع الحاصل فيه، شفت وشفت إنه نحن ما كنا بنفضى أصلاً نحن عشان نتدرب، وتاني شيء ما كان بيجينا الدور أبداً عشان نحن نتدرب. فأنا قررت إنه أنا ما حسن الدور، حاتخطى الدور، هدخل الكل، هتخطى الدور ودخل الكل. حاليا المبادرة بتاعتنا احنا مشيت انا والباشمهندس احمد داود اللي هو كابتن، واحد من الكباتن حقيننا حاليا، مشينا لوزارة التربية والتعليم، ادارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، وفعليا احنا الوصلنا يعني للجهة دي. احنا كان ممكن نفتش وما نلقى، ما نلقى طريقة نخش اليوم يعني، لكن احنا دخلنا بفضل الأستاذ جمعة، أنا بشكره كمان على الحاجة دي، لأنه هو فعلا كان الوسيلة اللي ربطتنا بالمعلم في الميدان، وربطتنا
بالجهات دي فعلا عشان نحن نقدر نوصل لهم. اول حاجه نحن انا بدات القصه دي كيف؟ انا عملت تدريب اونلاين بمعاونه استاذ جمعه، تدريب اونلاين لمعلمي محليه مبده، محليه مبده بدينا لهم تدريب اونلاين، اخذنا تقريبا زي 3 ايام عن التعليم الالكتروني بشكل عام وخدمات جوجل. كانت الناس مبتهجه جدا بالتدريب، وحسيت انه انا في نهايه التدريب انه الناس دي رغبه انها تعرف اكثر، عندها رغبه فعلا. فسالت انه ليه انا ما احاول اقدم لهم حاجه اكثر. انتقلنا من محليه مبدا الى محليه جبل اولياء، وقدمنا تريننج لمعلمي محليه جبل اولياء، وبرضه كان تريننج جميل جدا ومثمر يعني فعلا. والاراء بعده حتى اللي جمعناها من الناس كانت ايجابيه جدا تجاه التعليم الالكتروني. مشينا من محليه جبل اولياء الى محليه كرري، وقدمنا كمان نفس الدوره التدريبيه في محليه كرري 3 ايام برضه. دي كانت يعني دي كانت انطلاقتنا الاولى اللي هي نحن اسسنا للعمل ده، بقى الميدان مهيئ لانه يتقبل، مهيئ يتقبل، نحن بديناه هنا. فمشينا فعلا الوزاره والتقينا بمدير اداره التدريب، وافق على انه هو بيرحب يعني بالمبادره دي، ونحن فعليا قدمنا مقترحنا انه نحن على استعداد انه ندرب جميع المعلمين في السودان. نحن مقدمين لمتين، نحن لسه ما خططنا، لكن دي كمبادره نحن دي فكرتنا كده. لما بدينا الفكره كده فكان القرار انه نحن خلاص دي موافقه مبدئيه على الفكره، لكن نحن عشان نعمل ننفذ الفكره دي وننزلها ارض الواقع نحن محتاجين نوقع بروتوكول اتفاقيه تعاون، بالاضافه لانه نحن محتاجين نصغيرها شويه. يعني نحن حاليا ما نقول السودان كله، نحن حنبدا من ولايه الخرطوم دي الموجوده عندنا هنا، حنقدر نعملها كمنطقه بتاع الدراسه على كيس ستدي، ومنها حنقدر نشوف المشاكل شنو عشان نقدر ننطلق لغيرها. يعني فعلا كانت الفكره كده. لما جيت قعدت مع نفسي بعد ذاك حتى بعدها شويه وقبلها كمان بشويه، انا كان اقترحت عليهم انه البرنامج ده يكون على مرحلتين، هيكون فيه او نوعين، يعني مش مرحلتين، نوعين. النوع الاول اللي هو التريننج بتاع الاي ليرنينج على خدمات جوجل، وانه انا بخبراتي مثلا او ب اتصالي ببعض الجهات الأخرى اللي هي أنا حذكر منها مثلاً اللي ذكرتها قبل شوية International Society for Technology and Education، وعندنا مثلاً Association of Education and Communication Technology. الجهتين دين هم جهتين في أمريكا، يعني هم منظمتين مؤسستين في أمريكا اللي هي ذكرت إنه خاصين بتكنولوجيا التعليم، وفيهم ناس كتار طبعاً هم Native Speaker وعندهم علاقة بتعليم اللغة. فكانت فكرتي انه تريننج نمبر 2 يكون عن لمعلمي اللغه الانجليزيه، ونجيب الناس النيتيف سبيكرز ديل من اصلهم نفسهم، وهم عندهم عموما مشروع شغالين فيه اللي هو للبايلينجوال مثلا او اللانجويج ليرنينج. فانا قلت بشكل ثاني ان التدريب حيستدعي انه ندربهم على How to teach English as second language. ونجيب لنا ناس native speakers عشان يقوموا يعلموا الناس ديل إنه ممكن نعمل شنو. ده شكل براو. أما بتاع جوجل ده فأنا ومعاي مجموعة، المجموعة بتاعت الناس الموجودين معاي وأصبحوا اشتركوا معاي يعني في الفريق بتاع الجي إي دي، يمكن من الفيسبوك ومن التويتر ومن الواتس الموجودين معاي في الواتس ممكن نكون أكثر من 200 نفر. فيهم ناس كتار معلمين، وفيهم ناس أساتذة جامعات، فيهم مهندسين، وفيهم أطباء، وفيهم أي حاجة، أي زول شغال في خدمات جوجل دي وبيقدر يستخدمه هو موجود معانا حاليا في الجروب وعنده رغبة في إنه يقدم خدمة للسودان. نحن أطلقنا المبادرة، فعلا أطلقنا المبادرة، المبادرة وضعنا الخطة بتاعتها، وقعنا اتفاقية التعاون. اتفاقية التعاون انتقلت من مدير إدارة التدريب، قال هو ما مخول بإنه يوقع اتفاقيات، لكن وقع معانا الاتفاق مدير إدارة التعليم، المدير العام لإدارة التعليم وقع معنا فعلا الاتفاقية. والآن الاتفاقية سارية من يوم 1/1/2020 لحد 1/1/2021 لحد 1/1/2022، دي سنة. طيب السنة دي فيها خطتنا شكلها كيف؟ عدد المعلمين الموجود حاليا الذين سيتم تدريبهم وسيخضعوا للتدريب في الفترة القادمة عن الإي ليرنينج عموما هيكونوا أكثر من 6000 معلم.
أكثر من 6000 معلم. قسمناهم حسب المحليات. هنبدأ بمحلية مبدة أول حاجة، فيها 900 معلم، 900 وشوية. حيتم استضافتهم في قاعات، حيكون التدريب أونلاين، قاعات مختلفة. وفي نفس الوقت نحن طبعاً عارفين المشاكل اللي بتواجه المعلم السوداني، فكرة إنه ممكن يكون ما عنده جهاز يخش بيه والنت، ما قادر يخش الزوم، ما عنده نت أصلاً، اشتراك نت، الكهرباء قاطعة، كل المشاكل دي. عملنا شراكات مع جهات أخرى، عندنا مثلاً ناس من جامعة أم درمان الإسلامية فعلاً، وصلونا مثلاً لناس جامعة أم درمان الإسلامية وعندهم استعداد إنه يدونا قاعات ومعامل حاسب آلي مهيئة وموصلة بالإنترنت عشان الناس يعني يكون متوفر لها الاثنين. اللي عنده نت وقادر يشتغل من بيته في ظروف التباعد الاجتماعي دي هيشتغل من بيته، اللي ما عنده نت وما عنده قدرة يشتغل في بيته وعايز يخش التريننج معانا حنوفر له القاعة عشان يجي يكون موجود في القاعة وفي معمل حاسب آلي ويحصل على التريننج من أمام الشاشة، حتكون شغالة قدامه. حيتم فتح 9 قاعات في كل يوم، 9 قاعات فيرشوال زي الزوم اللي احنا موجودين فيه ده، لانه احنا عايزين القاعه ما يكون فيها اكثر من 100 متدرب. لو هم عددهم 900 وشويه، هم 900 كم 80 تقريبا، نقول مثلا الكم 80 ديل ممكن يكونوا تسرب غياب اي حاجه، افترضنا انه حيكون عندنا 900 نفر، ال9 قاعات حنفتحها في لحظه واحده، من الساعه مثلا لو قلنا مساء مثلا من الساعه 7 مثلا للساعه 9 مثلا فرضا، هنفتح القاعة الساعة 7، 9 قاعات هتفتح مع بعضها في لحظة واحدة. عندنا برنامج متكامل، عندنا دليل مدرب وعندنا دليل متدرب. المدربين ما هيشتغلوا حاجات مختلفة، هيشتغلوا نفس الحاجة، نفس الحاجة هتشتغل هنا وهنا 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 في ال9 قاعات مع بعضها، بنفس البرزنتيشن، بنفس الموضوعات متوفرة لدى المدربين. حتى بالنسبة للمهارات العملية نحن موفرين تشيك ليست، المدرب لازم يعرف إنه نفذ كل المهارات دي في العملي، يعني ما عمل لنا سكيب لحاجة، الناس قدرت نفذت كل الحاجات بنفس الطريقة في ال9 قاعات المتوفرة، تمام؟ ده بالنسبة للتريننج بتاع الإي ليرنينج. أما الجزئية الثانية اللي هي بتاعت teaching English as second language، حالياً عندنا تقريباً 15 native speaker، 15 نفر، عندنا 100 معلم لغة إنجليزية، بس نحن بس عايزين إنه ما نبدأ التجربة بيهم، يعني هنبدأ التجربة بينا نحن بالخبراء بتاعنا اللي هيقدموا التريننج بتاعنا السوداني ده. نحن 9 لازم قلنا 9 أنفار في اليوم، بيكونوا 9 أنفار في اليوم التريننج الواحد، يعني محلية الواحدة عندنا فيها 5 أيام، محلية مبدة مثلا حاليا هنبدأ بيها فيها 5 أيام، 5 أيام تدريبية، كل يوم فيه 9 قاعات، كل يوم فيه 9 قاعات. إحنا عندنا التريننج حيمر بالطريقة دي، يعني دي محلية واحدة، وحنواصل بعدها لبقية المحليات كلها ورا بعضها، حتكون أسبوع 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 ورا بعضها إن شاء الله بإذنه تعالى. يعني فنحن حبينا إنه نبدأ التريننج بيناسنا نحن السودانيين، الخبراء الموجودين معانا والأشخاص اللي حيستخدموا جوجل سيرفيسز وعندهم مقدرة على استخدامها، وقلنا الناس الموجودين ديل كلهم حيبدوا يشتغلوا معانا وحنعمل التريننج ده كله. طبعا مشكلتنا حاليا انه نحن عايزين طبعا اكبر عدد من المدربين، تخيل الفكره اللي انا ذكرتها دي الان، انه عدد المدربين بتاعنا في اليوم الواحد انا عايزه 9 مدربين في اليوم الواحد، عايزه 9 مدربين غير السبورت بتاعنا اللي بيكون خلف الكواليس، السبورت اللي ممكن يفتح القاعات ويشرف على القاعات ويشوف القاعات شغاله كيف، لو احتاجنا البريك اوت رومز لازم يكونوا الناس موجودين مقسمين، لازم يكون في إشراف على كل القاعات دي. دي كلها حاجات إحنا يعني طرحنا الفكرة، وحاليا أنا تاني بطرح الفكرة لكل الجهات. أول حاجة اللي ممكن تعمل معانا شراكة مؤسسية وتنجز معانا الشغل الكبير ده، يعني الشغل ده ما حاجة بسيطة، وأنا تخيل لي يعني حتكون تجربة كبيرة جدا تقدم على مستوى السودان، إنه أنا أقدم تريننج ما في سيلكتيف لمعلمين، أنا حقدم تريننج للكل متاح في لحظة واحدة، وحأوفر فيه الاثنين الأونلاين والأونسايت، الاثنين في نفس اللحظة متوفرين عشان أنا أقدر أحل بعض المشاكل والتحديات اللي بتواجه المعلم السوداني. أنا محتاجة كل الجهات الممكن تشاركنا، كل الجهات الممكن تساهم معانا، وأنا دي حتة عارفة إنه فيها حساسية كثيرة، أنا ما عايزة أي جهة تدينا قروش، أرفض أصلاً إنه أنا أستلم قروش من أي جهة،
لكن احنا محتاجين شنو؟ محتاجين جهات تدعمنا بقاعات نقدم فيها المحاضرات بتاعتنا والمعامل. القاعات والمعامل اللي هي بتكون باستخدام المعلم اللي هيجي ياخذ التريننج بتاعه ده في المكان المحدد والزمان المحدد اللي هي احنا ذكرنا انها حتكون بكب للناس اللي عندهم مشاكل. تمام، واحد دي حاجه واحده. ثاني حاجه، حتى المعلمين اللي احنا بنجيبهم، انا ما ممكن اجيب معلمين في قاعه واخليهم مثلا قاعدين عطشانين من اول اليوم لحد اخره. على الاقل انا محتاجه اوفر وجبه خفيفه واوفر مويه. بتمنى انه انا اقدر اوفر الحاجه دي، انا بتمناها يعني. هي طبعا ديفينتلي ما اساسيه يعني، شرط من شروط التدريب، لكن بتمنى انه انا اقدر اوفر حاجه زي دي. حتى لو الجهات الداعمه يعني بتقدر تعملها، نحن حيعرفوا مقرنا بتاع التريننج موجود وين. اي جهه عندها مقدره انها تساهم معانا في حاجه زي دي مرحب بهم، كل الناس اللي عندهم امكانيه يساهموا. ثالث حاجه نحن محتاجينها اللي هي بنطلبها من شركات الاتصالات، اي شركه اتصالات عندها امكانيه انها توفر لنا خدمه بتاعت انترنت في قاعاتنا التدريبيه اللي حنكون موجودين فيها، نحن بنتمنى انها تحاول توفر لنا ما تستطيع. راوترات، السلك بالاسلاك دي مثلا، الواير، اي حاجه نحن بنطلبها من شركات الاتصالات انه في امكانيه يوفروا لنا خدمه بتاعت انترنت او راوترات تشغل لنا البرنامج بتاعنا ده، نحن نرحب بها جدا جدا. دي كلها مشاركات مجتمعيه نحن طالبينها. ثالث كمان في حاجه مهمه جدا اللي هي انا طالباها من الكل، يلا بعد كده ما مؤسسات، انا طالبه من الكل. اي سوداني اصيل، اي سوداني عنده رغبه انه يخدم المعلم السوداني وبالتالي يكون خدم ولده او بنته اللي بتقرا في السودان، خدم لو ولده وبنته ما بيقروا في السودان، بيقروا في اي حته ثانيه، خدم اولاد البلد اللي حيقروا على يد المعلمين ديل. انا طالبه منكم اي زول عنده مقدره على انه يقدم اي حاجه في التريننج بتاعنا، انا موفره الملف بتاعنا بتاع التريننج موجود، حاقوم انزل لكم بعد شويه الرابط في الشات هنا والرابط في الفيسبوك، او حديك لي يا دكتور ياسين ممكن تنزله الرابط بتاعنا، او رسلته لك اتوقع يا دكتور ممكن. أيوة. معلش نعم. لو انت ننزل الرابط ده في الشات ولا في اي حاجه، وانا عامله رابطين، الرابط الواحد بتاع الملف نفسه اللي هو التريننج بتاعنا الايتيمز بتاعته شنو عشان الزول يقدر يشوفها. تمام. ثاني شيء عندنا ملف ثاني اللي هو المهام والمسؤوليات. اي شخص عنده امكانيه انه ينشئ لنا شراكه مع جهه، هو يسعى ليها وهو يمشي للجهه ويتفق معاها ويشوف ممكن تقدم لنا شنو. احنا خاتين في الفورم خاص بالمهام والمسؤوليات والشراكات، مهام مسؤوليات في التدريب وشراكات. ده ملف براو فيه جداول، مقسم الجداول. عايزين احنا قلنا في كل يوم تدريبي، كل يوم تدريبي عندنا فيه 9 مدربين. تمام. التسعة مدربين انا بسعى يعني لانه انا ما يكون عندي 9 بس مكتوبين، انا عايزه 18، ما عايزه 9. ليه؟ لانه احيانا ممكن تحصل مشكله لزول، فانا يكون عندي زول ثاني موجود في اللحظه دي بكب، ممكن في القاعه الفلانيه انا عندي فلان وفلان، ومقسمه كده جاهزه الملف بتاعي مقسم لقاعات، ممكن اي زول يكتب اسمه في المكان التدريب اللي بيقدر يقدمه لنا وبيناسبه يعني. وما تخافوا من ناحيه الماده التدريبيه ولا من ناحيه البرزنتيشنز ولا اي حاجه، دي كلها حتكون متوفره وجاهزه، حنسلمك الموضوع بتاعك، ما عليك الا تأدي العمل في لحظه. والعمل طبعا قلنا حندي عليه تشيك ليست، الناس ممكن تنتبه لها في لحظتها، يعني مثلا الليله انا حادرب عن الجوجل فورمز، مفروض اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص نفذتهم حنشوف اللي بعده وهكذا. دي كلها خدمات خيارات نحن طالبينها صراحه. عايزين مدربين، عايزين جهات داعمه او شراكات مجتمعيه تقدم لنا خدمه، ما عايزينها يعني حاجه ماديه يعني يدونا قروش يعني، ما عايزينها لان ما حنقدر نعمل بها حاجه يعني. وعارفين انه لو ادونا مال قارون ما حيكفينا، لو ادونا مال قارون ما حيكفينا، انا شايفه الوضع في السودان. نحن ما عايزين دي، نحن عايزين الجهه الداعمه تعمل الحاجه طوال، تنفذها طوال. فعشان كده نحن يعني دي حتخلينا نحن نقدر ننفذ التريننج بتاعنا باجود حاجه ممكنه. لا. طبعا ده كلام يعني، ده كلام يا جماعه كبير جدا جدا ومسؤوليه يعني. اصلا المفروض دي المسؤوليه بتاعت الحكومه صراحه يعني، حاجه زي دي المفروض تعمل الحكومه. طيب نحن سيدي جات الدكتوره شاهيناز والفريق بتاعها عملوا المبادره دي، نحن المفروض من دورنا، انا شخصيا حساعد يعني بقدر ما يمكن يعني، حساعد في الموضوع ده، وعظيم هيثم
ودكتور انور اوريدي جوين يعني الحاجه دي. انا بناشد كل الناس واي زول معانا يا جماعه هنا حاضر اسي في وفي شخص برضه راسل لي في الخاص يعني انه داير يحب يعني يشارك في الموضوع ده يعني. فاي زول يا جماعه اي زول بيحب لانه الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا يعني موضوع مهم وموضوع بتاع تدريب معلم تمام ومجان يعني حاجه مجانيه جاتكم يعني انت الحاجه الليله اللي انت بتقدمها دي اول المشيت مثلا عملت لنا تواصل مع جهه جات عملت شراكه في الموضوع ده برضه دي حاجه عظيمه جدا جدا. فيا جماعه الموضوع ده يعني انا متاكد انه الموضوع ده ما حيفشل لانه دكتوره شاهيناس فيه لكن عشان عم الخير مفروض الناس كلها تتكاتف فيه وما حاجه صعبه يعني ما حاجه صعبه يعني اسيد انا لو جيتوني مثلا داري تعملوا عندي في طابت انا بوفر لكم كل حاجه يعني مرحب بيكم يعني لما نيجي الدور علينا يعني. لكن هسه حاليا انا من حتتي انا هنا بشارككم بقدر ما 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 يعني بقدر ما املك يعني. اظن هيثم عندك مداخله في الحته دي. هيثم اه دكتور شاهيناز راجعت الفورم يا هو لقيت المدربين الأسي حاليا نازلين في البرنامج الاول دكتور شاهيناز دكتور ندى ودكتور سعد مامون ابو علوان دكتور ابو حاسن جبريل وخطيت اسمي طبعا ورضف الله في اليوم الثاني في كل المحليات ان شاء الله في السودان اليوم الثاني في التدريب لكل البرامج دي ان شاء الله انا حكون مشارك فيها ونشوف شنو اكثر ممكن نقدمه يعني في النهايه المعلم ده زي ما بيقولوا لو ما نحن ركزنا عليه هو السنتر بتاع العمليه التعليميه وكده نحن في النهايه بنكون بنهدم مستقبلنا كلنا يعني بصوره ما عارفينها الحلول الفرديه بتاعت انه كل واحد يدخل اولاده في مدرسه خاصه ولا كده دي ما حتودينا قدام اولادنا دي لو طلعوا اشطر ناس وقروا وبيتكلموا انجليزي زي ما قال الخواجه وبيعرفوا الرياضيات زي أنشتر. كل الحاجات دي في النهاية يتعاملوا مع زملانهم الموجودين في كل مرافق الدولة الموجودة الثانية هنلقى مستشفيات فيها مشكلة وحنلقى مدارس فيها مشكلة وحنلقى إلى آخره فلازم يكون في عدالة في إعطاء الفرص وتدريب الناس في السودان وتحديداً نبدأ بالمعلم لأن المعلم دل منه بتبدأ الرسالة ككل يعني فالدعوة دكتور شاهينازي بنكررها يعني إنه أخوان الناس كلها تشارك ونحن سعيدين في الباحثين السودانيين سعيدين انه يعني جاد بالحماس بتاعها وبخبرتها وبالسنس اوف بيربوس يعني عندها قضيه هي نفسها كمعلمه ودخلت المدارس وشافت الاساتذه كيف ما بيحصل على التدريب الكلام ده احنا كلنا معاها في ورا لواءها هي في القياده على اساس انه نعمل الحاجه نفسنا كلنا كان نعملها في الباحثين السودانيين كان عندنا مبادرة بتاعت مجموعة اللغة الإنجليزية ومبادرة ثانية لتعليم أساسة اللغة الإنجليزية تحديداً لكن بكل أسف المبادرتين ما مشوا يعني في خلال 5 سنوات ما مشوا بالطريقة فأسا نحن كلنا خلف يعني دكتورة شاهيناز إن شاء الله إنه الحاجة نفسنا نعملها تبقى زي ما نحن كلنا دايرينها يعني إن شاء الله يعني جهودك ربنا يوفقها يكللها بالنجاح وبالتوفيق يعني هيثم يديكم العافية يا أخ والله يا شاهيناز ما قصرت يعني أثرتي جوانا الحماس يعني زي ما قالوا الشباب يعني في النهاية ما نحن لقينا زول متصدر وقطع خطوات كبيرة جدا في الموضوع فنحن ما عندنا حاجة إلا ندعمه وبرضو زي ما قالوا إنه في النهاية نحن الأساس بتاع تطوير بلدنا يبدأ من المعلم المعلم ده لو ما لقى الفرصة إنه هو ذاته يتأهل عشان يأهل الجيل للمستقبل الجاي هيبقى صعب فكلنا معاك والله يا شاهيناز وبمجهودنا وكل زول من المنطقة اللي هو جاي منها بعد ده بيحاول يبشر بالحاجة دي أنا بس كان عندي سؤال حرجعك للحتة بتاعت جوجل فور إديوكيشن أنا طبعا اشتغلت في السلم التعليمي مرتين في السودان مرة وطنية وهذه الحتة اللي أنا ذكرتها أنت يعني أنا لما جيت السعودية وكنت في مدارس سعودية وكان اللابات مغفر لي فالحاجة دي طبقتها في السودان فصراحة في فترة من الفترات كنت بس يعني المعلمين ما بدهم قروش فكان ليه مواصلين على التعليم دي فحس إحساس إنه بجد إنه في طلاب محتاجين يتلقوا العلم ده ده أكبر دافع لأي معلم بس بيجي دورنا نحن وفي المبادرة بتاعتكم نحن نأهله عشان هو يقوم بالدور ده بطلوع صحيحة الحاجة الثانية أنا اشتغلت في النرويج في السلم التعليمي
لاحظت حاجه بس انا ما اعرف هل هو ده قريب للحاجه اللي بيقدموها ناس جوجل ولا لا. هنا المدارس كلها شغاله بالسيستم بتاع جوجل، يعني الايميلات بتاعت الطلاب، الايميلات بتاعت المدرسين، الفورمات، الفصول الافتراضيه، الاتندس الافتراضي، كله بيتقدم عن طريق جوجل. فحتى انا لما اشتغلت اول ما بتشتغل طوالي بدون الايميل بتاعي وببدا اتعامل معاه، وحتى متذكر انه في الـ في الـ في السيستم مسجل انه المستوى بتاع الطالب هو مستوى ضعيف ولا لا، يعني حتى في امتحانات او في مواد تعليميه لما اجي اوديها لطالب بيديني زي اشعار انه لا الطالب ده ما مستواه، فما بيقبل انه يمشي يوديه الماده دي الا انا اقوم ارجع للمشرف عشان يقوم اديه الماده دي. فما اعرف هل هي نفس الحاجه ولا دي حاجه مختلفه تماما، يعني لان انا لاحظت انه هنا الجامعات والمدارس شغاله بالسيستم ده بصوره كبيره جدا جدا. يديك العافيه دكتور شيماس. ايوه يديك العافيه. ده نظام طبعا، ده مختلف، ده اللي هو نظام زي الانظمه بتاعت التسجيل الريجسترار وكده. لكن البرامج بتاعت جوجل حتى الانظمه دي طبعا بتخش بالجيميل، اصلا ما بقدر اخشها الا بالجيميل، زي تلفوني حسي انا عشان اخش تلفوني ما بقدر اخش الا بالجيميل. جوجل عندها انظمه ثانيه تخص التعليم يعني كم حاجه، لكن ما عندها النظام جي سويت يا دكتوره. ايوه هو بيتكلم عن الجي سويت. ايوه لكن المشكله ما هو هسه بيتكلم عنه ده زي يا دكتور انور نظام الريجسترار يعني التسجيل، انه الطالب نفسه عشان يسجل المقرر بتاعه، انه المقرر ده عنده مثلا متطلب اخر انه المفروض كان الطالب ده يجتاز المتطلب ده حتى يسجل اللي بعده، ده في الانظمه تخيل لي بتاعت الريجسترار. ما في الجوجل جي سويت. لو انا جيت اتكلم لك عن الجي سويت بتاعت جوجل اللي حاليا بقى اسمها جوجل ورك سبيس، هم غيروا الاسم طبعا. الجوجل ورك سبيس فيها من اول الجيميل نفسه، وفيهم عندهم طبعا جوجل كلاس روم الفصول الافتراضيه الفصل نفسه. عندهم الجوجل ميت اللي هو شبيه بالزوم ده، عندهم طبعا الملفات والخدمة السحابية والحاجات كثيرة جدا من جوا البرنامج، لكن ما عندهم نظام التسجيل. هو طبعا واحدة من الأسئلة هنا مثلا عندنا في UK مثلا المدرسة بتاعت مريم بيتي بتقرأ في باعتبار انه ما يعادل المتوسطة، فدوهن حاجة اسمها جوجل كروم، لابتوب اسمه جوجل كروم في جوجل ده، يعني حتى الاوبريتنج سيستم بتاعه بتاع جوجل يعني. فدي جوجل طبعا بتعمل كده عشان انه تبيع البرودكتس بتاعتها يعني، فدي حاجه بتاعت ماركتنج. معانا طيب معانا يا اخونا علي ابو احمد كان رافع يده، يا جماعه عايز عنده مداخله يرفع يده لانه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. مرحبا بكم، انا سعيد جدا بهذا اللقاء وسعيد بدكتوره شاهيناز وجميع الحضور، ونامل ان شاء الله في جوجل السودان يكون كل المعلمين استفادوا. معكم انا علي ضيف الله حمد، معلم القرآن الكريم في مدارس القبس. فبالنسبة للخدمة دي ما شاء الله يعني أنا عندي تجربة من 2018 كان عملت مبادرة تدريب المعلمين، يعني ما كنت عارف أنه في دكتورة شاهيناز ولا كنت عارف المجموعة النيرة دي لحد ما نعمل سويا. فحتى الآن أنا محتفظ بسجلات مدرب أكثر من 500 معلم في مدارس الخرطوم المختلفة، من بينهم بعض الزملاء في قطر برضو المعلمين اللي كانوا مشوا لقطر دربناهم. فالفكرة كويسة لكن المجتمع كان بيرفض هذه الفكرة. أنا بديت الفكرة دي 2018 منذ كانت جوجل فورم كان بالفلوبارو، يعني ما كان تصحيح تلقائي للامتحانات الإلكترونية. فجيت للمدرسة ومدرسة اللي كنت بعمل فيها قدمت على طلب، يا أخي أنا والله داير أعمل نظام إلكتروني في المدرسة، أمنحوني فصل أطبق فيه تجربة إلكترونية. وجدت رفض من إدارة المدرسة، وجدت رفض من أولياء الأمور، ما توفقت. حاولت أن أعمل الفكرة دي عن طريق التواصل الاجتماعي، طريق التواصل الاجتماعي في صفحتي على الفيسبوك، في مجموعتي، في عملت مجموعات في الواتساب. يا إخواننا نحن عندنا شغل إلكتروني أطلقناه في تدريب للمعلمين مجاني. فالفكرة ما ترسخت للإداريين وما ترسخت للمعلمين إلا بعد جائحة كورونا. يعني قبل جائحة كورونا لو قلت للمعلم تعال يدربك او تعال اعمل حاجه الكترونيه يستحيل يوافق، او يستحيل مدرسه. يعني انا حتى مريت على مدارس اخواننا، احنا عندنا خدمه بتاعت اختبارات الكترونيه نقدمها مجانا للمدارس كل شهر، دارين نقيم التجربه، دارين نكون في تكنولوجيا، ما وجدنا فيها. فانا ان شاء الله عن نفسي ما في مانع بننضم لكم واكون معكم مساعد في اي تجربه
في تطبيقات جوجل التعليميه جوجل ابس فور اديوكيشن باذن الله سبحانه وتعالى. وده كلام جميل انه احنا نرفع من شان المعلم السوداني ونخليه ينافس خارجيا باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا على المبادره دي. احنا الحاجات اللي دايرينها يعني استاذ علي يعني فولنتير اللي جاء وابدا يعني اعجابه بالفكره ووري انه الفكره زمان ليه ما نجحت ومرحب بك يعني. فحبيت تتواصل مع دكتوره شاهيناز مباشره ما في مشكله، حبيت تتواصل مع دكتور انور او معي في النهايه بنوصلك لها يعني. فكتر خيرك كثير يا ان شاء الله. كتر خيرك يا استاذ، يديك العافيه ان شاء الله، ربنا يكثر من امثالك يا رب. امين امين والجميع. معانا برضو كوثر في عايزه تشاركي يا جماعه، اي زول عايز يشارك لانه الوقت بعد ده، اي زول عايز يرفع لنا يده عشان نديه الفرصه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. والله الواحد بحييكم، ويعني مبادرتكم جد رائعه وجميله، واستهدفتوا فئه مهمه يعني فئه المعلمين. يمكن أنا ما كنت متابعة من البداية عشان الواحد يعرف تفاصيل برنامجكم، لكن في الجزئية اللي حضرتها فهمت أنه هتدربوهم على أنه يشتغلوا أونلاين التعليم، خاصة مع الوضع المستجد وكده. يعني أنا بدرس هنا في جامعة في المملكة العربية السعودية، طبعاً التجربة استفدنا منها كثير في أنه التعليم يعني ما يتوقف، يعني حتى التعليم الجامعي ولا باقي التعليم يعني اللي كان اشتغلوه أونلاين. فياريت لو أرسلتوا لنا تاني التفاصيل، الرابط بتاع تفاصيل البرنامج عشان الواحد تتضح له فكرة أهدافكم متكاملة. وعجبتني برضو إنه أنا كانت عندي شغل قريب من ده في السودان، يعني البرنامج بتاع الدكتورة بتاعي كان مستهدف المعلمين وتدريبهم في مجال صحي يعني. فالواحد لو يقدر يشارك معاكم برضو كفولنتير في التدريب، لو اتضحت لي الفكرة شاملة يعني، وبرضو يروج للفكرة في هنا الدكاترة الموجودين في المحيط بتاعنا أو في الجامعة اللي احنا شغالين فيها. وربنا يوفقكم بجد، يعني برنامج عمل كبير وما سهل، ومحتاج جهود ومحتاج دعم من كل النواحي. فبالتوفيق يعني، والله يكثر من امثال يعني الناس المبادرين امثالكم يعني. وشكرا لكم. يديك العافيه. الله يخليك يا رب. شاكرين ليكي وشاكرين رغبتك اصلا في التطوع معانا، وان شاء الله انا ارجو بس من كل الناس الراغبين في انه يتطوعوا معانا تابعوا صفحه جي اي جي السودان على الفيسبوك او على تويتر، هتلقوا كل ما يخصنا، وممكن تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة، الرسائل بتاعت الصفحة مباشر، ونحن بنرحب بكم كلكم، وحنزل لكم كل الحاجات اللي بتخص التريننج بتاعنا ده، والبرنامج التدريبي المتكامل، والملف اللي أنا تكلمت عنه قبل شوية اللي هو بخص الخطة بتاعت العمل بتاعتنا والحاجة اللي احنا محتاجينها بالضبط، معروضة قدامكم الآن على الشاشة الصفحة بتاعت جي اي جي سودان اون فيسبوك. تابعوها وحتلقوا بوست حتلقوا فيه كل التفاصيل اللي بتخص العمل بتاعنا ده، الملف المتكامل بتاع التدريب بتاعنا، بالإضافة للمهام والمسؤوليات. نحن ذكرنا إنه نحن طالبين من الناس تتبرع أو to be volunteer في الحاجة اللي هم قادرين يقدموا لنا فيها. عندكم في الشات حاليا الرابط اللي بدخلكم على صفحة جي اي جي سودان اون فيسبوك، وانا برحب بكم جميعا وبشكر لكل الناس اللي عندهم رغبة يقدموا معانا، وعايزة اكبر عدد من الناس صراحة عندهم رغبة انه يقدم معانا تريننج. هيكون نازل معاكم الجدول بتاع التريننج، اي زول اكتب اسمه بس، الجدول قابل للتعديل، اي زول اكتب اسمه في المكان اللي هو حاسس انه بيقدر يأدي فيه. وزي ما ذكرتها ما تخافوا من المادة التدريبية هتكون موجودة معاكم، البرزنتيشن موجودة معاكم، والتشيك ليست المهارات اللي انتم عايزين تقدموها هتكون موجودة معاكم. تمام؟ رائع جدا. انا شايف هسه دكتور انور عمل شير للصفحة بتاعت الفيسبوك. اعمل شير للسكرين للملف بتاع التدريب. نعم. ايوه يا ريت. اي بس لانه انا شفت فيه ارقام بتاع التليفونات، فبس حقوم احسب ارقام التليفونات واعرضه في الشاشة. تمام. على اساس الناس يعرفوا انه افترض انه جاز. وبرضه في الواتساب جروب شايف برضه يعني اخذته لكم هنا في الشات،
فأي زول حاب يشارك برضو ويلكم. شايف والله. لحد ما دكتور أنور يجهز الملف، في دكتورة رباب رافعة يدها، تفضلي. تفضلي يا دكتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور شاهناز ودكتور أنور ودكتور ياسين والحضور. والله الواحد يعني ما قادر يتكلم من شدة الحماس اللي أثرتوه فينا. ربنا يحفظكم الصحة والعافية على هذه المبادرة الجميلة والمجهود الجبار والرائع. ونشكر الدكتور شاهناز والدكتور أنور والدكتور أحمد، لأن إحنا أول مجموعة اتدربنا على يدهم، وكانت المبادرة من الباحثين السودانيين، مبادرة عندك خد ما عندك شيل. فالحمد لله نشكرهم جزيل الشكر والتقدير والعرفان، شلنا ما فيه الكفاية وأنا الأوان إننا نخد. عشان كده إحنا سجلنا اسمنا على طول في أول مجموعة للتدريب، وإن شاء الله حنعبر معاكم في كل المحليات. وأخذنا يوم كامل اليوم الخامس والوحدة الخامسة، منتظرين إن شاء الله بكل حماس وبكل قوة نقدم كل ما في وسعنا. أنا مسؤولة جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، دكتورة قسم اللغة الإنجليزية اللغات التطبيقية. في الإنجليزي حنساهم معكم إن شاء الله في كل المهارات، وحنبدأ معكم إن شاء الله بإذن الواحد الأحد في هذه الأسبوع في محلية أم بدل 900 أستاذ. وربنا إن شاء الله يعينكم ويعين الجميع، لأنه المجهود اللي أنتم عملتوه الحكومات ما قدرت عليه. الواحد ما قادر يقول حاجة في هذه في الكلام ده، لأنه ده مجهود جيل كامل اختصرته في فترة وجيزة جدا جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم. لأنه الواحد كان مرة 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 متأثر من إن إحنا جالسين في المملكة وفي كل الدول العربية الدراسة مستمرة كأنها حضوري، إلا نحن الدولة الوحيدة ما قادرين نقدم حاجة. عشان كده شغل الحكومة أنتوا قمتوا به، الله يحفظكم الصحة والعافية، ونحن تدربنا على يدكم. لازم كمان الشكر لكم أنتوا أول، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ردلكم جميل لكم أنتم في المقام الأول وللسودان كله في المقام الثاني. يحفظكم الصحة والعافية ودمتم على رؤوس نتاج. ديك العافية. شكرا لك يا دكتورة رباب، كلماتك جميلة وعباراتك وتعبيرك عن الموقف جميل جدا جدا، شكرا لك. ونتمنى إنه نلتقيكم وطننا إن شاء الله في أحسن أوقاته في أحسن حالاته إن شاء الله. مرحبا فوق والعافية. وإحنا على مستوى جامعتنا قاعدين نروج للمبادرة، لأن إحنا فريقكم الأول في التدريب واستفدنا منكم كل الاستفادة، فآن أواننا الحين. يحطيكم العافية. شكرا يا دكتورة رباب. يعني هو سبحان الله الخير ده يعني يضاعف، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف لمن يشاء. فأشوف إنه الزول يعني تقدم عمل تدريب، درب شخص، الشخص ده حيجي يدرب عشرة، والعشرة حيدربه أي واحد حيدرب عشرة، يعني حتكون متوالية. ياسين الناس ده صبروا علينا صبر يعني غير طبيعي. يعني إحنا الحمد لله في مجالنا يعني كواليفايد، لكن تدريب والله انا ما اكذب عليك، انا واحده من الناس في برامج سمعتها عندهم. يعني انا خريج اي تي بالمناسبه، في حاجات ما سمعتها الا من دكتور شاهيناز، ودرست برضو يعني في السعوديه وهنا وكل شيء، في حاجات يا دوب انا تعلمتها هنا الليله يعني. فسبحان الله والله اكاديميين، والله البريكنج روش دي تعبناهم، تعب الدكتور شاهيناز والدكتور انور والدكتور ندى واحمد والاستاذ عبد الله، مره تعبناهم في البيوت ملاحقينهم لحد ما شلنا عندهم كله جايين نخط الحين. الله يعطيك العافيه من اصلك الطيب ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك ان شاء الله، ربنا يبلغ المقاصد. وفي النهايه العمل ده لوجه الله تعالى ان شاء الله، يعني تلقوه كلكم، يعني اي زول بيقدم حاجه يلقاها. طيب ده الملف يا اخواننا بيتكلم عنه دكتور شاهيناز، يعني ملف مرتب اللي هو جي اي جي سودان جوجل فور ديكيترز جوجل ديكيترز جروب سودان. وهنا بتلقوا المقترح دكتور شاهيناز عايز تتكلم عنه، انا بمشي لك الشاشه. لا واصل واصل يا دكتور انور. لا واصل واصل اي في انا ذاتي اسمع منك قصدي. الله يديك الصحه والعافيه يا رب، الله يكرمك يا اخي، والله انت استاذه ويعني تاج راسنا زي ما ذكرت الدكتوره. في الوحدات اللي حتقدم اللي هي التعريف بالدوره، التصميم التعليمي ومعايير الجوده تحت التعليم نفسه، ودي طبعا الحته الاكسبرت فيها دكتوره شاهيناز، عندها يعني الكور كومبتنسيز بتاعتها، من ضمنها اللي هو تصميم المقررات والدورات والى اخره. فهيكون ده تقريبا 3 ساعات تدريبيه،
ومقسم للوحدات دي اللي هو السيشنز دي الجلسات افتتاح والتعريف بالدورة، معايير جودة التصميم التعليمي ونماذجه، ودي حاجات مهمة وريليفنت جدا للأساتذة لأنهم هيستخدموها بعدين في كلاساتهم يعني، مش كده؟ وبعد ذاك أهم التقنيات الحديثة في التعليم، العروض بتاعت جوجل التقديمية، الفيديو التعليمي وطرق تصميم مقرر. يعني أنا بفتكر إنه أخواننا لو في زول خريج تربية وحضر دورة زي دي ممكن بعد طوال يكون مؤهل لإنه يبقى أستاذ ويدرس، لأنك في أساتذة بيكون بيدرس وأسي حاليا وما عندهم أصلا فكرة عن الحاصل شنو في المواضيع دي. نعم. هذه نماذج إبداعية. بعد الوحدة الثانية فيها التعليم الإلكتروني المتزامن زي الجلسة بتاعتنا بتاع الزوم دي، ولكن هنستخدم فيها الجوجل ميت لأنه نحن بنأدي الرسالة بتاعت كل الحاجات الباكيج الكاملة بتاعت جوجل بالنسبة للمعلمين. ودكتور شاهنازي في الخلفية بالمناسبة عندها جهود كبيرة جدا جدا في إزالة الحظر الموجود من منتجات جوجل على السودان والسودانيين، لأنه أسي مثلا جوجل كلاس روم ما بتصل للناس. تمام؟ بعدين كيف دكتور أنور؟ تجيبني يا دكتور أنور؟ نعم. أنت رسلت رسالة قبل شوية لمجموعة في وأنا رديت تاني رسلت نفس رسالتك، شفت الرد ده قبل شوية؟ ما شفت والله. أيوة رد دين، الاسم دين ده. أيوة رد ليك إنه جاري إزالة اسم السودان. أيوة 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 بتاعت الريستريكشنز إنه التيم شغال في الهناية. نعم ان شاء الله في شغل يعني تشير الناس بانه الازاله ان شاء الله تتم، لانه طبعا الحاجات دي دايره ضغط ودايره متابعه ودايره كوميونيكيشن، كلها جهود كلها يا اخواننا تصب في انه تقويه يعني المقدرات ورفع التنافسيه بتاعت الاستاذ السوداني والباحث السوداني وغيره. فهنا ده الموضوع بتاع انشاء المواعيد الكالندر باستخدام التقويم واستخدام الجوجل جام بورد للتعليم أثناء التعليم المتزامن. في الوحدة الثالثة يا إخواننا أنا متأكد في ناس كتار بيكون بيتابعوا الحاجات دي وما عارفين الحاجات دي، هي موجودة قدامكم كل زول عنده جيميل لكن ما عارف الخدمات الموجودة، فدي كلها حتكون أول هدية من دكتور شاهين. أنا واحد منهم ما أعرفها. نعم يعني في موارد ضخمة جدا جدا، والموارد دي يا إخواننا بتساعد في العملية التعليمية، هنا التخزين السحابي في جوجل درايف وغيره. فدي الجداول بتاعت المهام، والفايل ده كل زول بيقدر يعني يصلوا حيشارك ان شاء الله في الحاجه دي، دير المشرفين بالمجموعه والمهام بتاعت المشرفين التقسيم. يلا دي البرامج، البرنامج الاول اللي هو في الفتره من 31 لحد 4 فبراير المحليه ومبدا مجموعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 كل مجموعه فيها 100 نفر. يلا دي الوحدات، الوحدة الأولى حتكون فيها دكتور شاهناز ومعاه زول باك اب، الوحدة الثانية فيها أنور ضبع الله ومعاه زول باك اب، الوحدة الثالثة الدكتور ندى حسن عبد الرحمن، وبالمناسبة معانا هنا في الجلسة دي أخواننا الدكتور امتثال الله يديها الصحة والعافية، وهي واحدة من المدربين اللي عندها يعني تقديم كبير جدا للمجموعة، دكتور سعد مامون، دكتور محاسن جبريل. تمام؟ وأنت ماشي بتشوفوا هنا ديل الناس الأسامي ومسي كونفيرمد، أي زول داري ساهم حيكون اسمه موجود هنا ده، والفترة الزمنية بتاعته اللي هيشارك فيها. فالملف ده يا اخواننا متاح لكم، وانا هاخد تاسي الرابط بتاعه هنا، مش كده يا دكتور شاهناز؟ ايوه نعم نعم. هاخد الرابط هنا ده على اساس انه الناس طوال تخش وتخد تاخد اساميها. وفي حاجه انا سحبت اسي من الملف ده لكن مفترض ترجع، انه كل زول بيخد اسمه بيخد وسيله التواصل، يعني هنا كان في رقم تليفون سحبته بس اسي للغرض بتاع الشرح، لكن هرجع الارقام بتاعت التليفونات اللي كان موجوده، وكل واحد من الناس اللي يجي يخد اسمه وجنبه وسيله التواصل رقم التليفون، يا ريت لو بقى بتاع واتساب. شكرا جزيلا لك دكتور شاهناز، واصلي تفضلي. يعطيك العافيه، شكرا يا دكتور انور على الشرح الضافي فعلا. ده مشروعنا، الشرح ليكم دكتور انور ده قبل شويه ده مشروعنا. الرابط موجود امامكم الان في الشات، اي زول يدخل الرابط الموجود معانا في الشات الان هيقدر يعمل اديت على الملف بتاعنا ده ويضيف اسمه ويضيف لنا رقم تلفونه بتاع الواتساب عشان نقدر نتصل به دايركتلي، ويحدد بعدين. لاحظوا انه كل محلية عندها 5 ايام، يعني انا لما اجي اختار في الوحدة الوحدة انا مرة واحدة باخد اسمي، يعني ما حاخد اسمي في القاعات لكن ممكن اكتب اسمي في اليوم الاول في اليوم
الثاني وفي اليوم الثالث انا حنفذ برنامج تدريب 5 ايام تدريبيه، هكتبها في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. الثانيه لو حاب يشتغل اكثر من كده، عنده زمن يشتغل اكثر من كده. وبنرحب بكل الناس المبادرين وبكل الناس اللي عندهم رغبه يشاركوا معنا، ونحن فعلا محتاجين لكم. يعني ما حنقوى على شيء زي دي برانا، ولا بضخم من المدربين يواصلوا معنا الشغل ده. وزي ما ذكرت دكتوره رباب قبل شويه، عندك خد ما عندك شيء، فنحن حنواصل بنفس المفهوم للامام ان شاء الله يا رب. يديك العافيه. في سعد مامون شايف عنده مداخله، تفضل. ويمنو دكتور سعد ابو علوان، تفضل دكتور سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين كلكم ما شاء الله، واحساس وطني راقي وجميل من كل المشاركين وكل المتداخلين. صراحه الخطوه اللي عملتها استاذتنا ودكتورتنا شاهيناز خطوه كبيره وجميله جدا، وخطوة صراحة يعني يا ريت تقدر تغير في المفاهيم عند أهلنا في السودان. يعني لأنه زي ما قالت واحدة من المتداخلات والمتداخلين، قال لولا جائحة كورونا ما كنا انتبهنا للعملية بتاعت يعني التعليم الإلكتروني وأهميته وكده. صراحة الخدمات اللي موجودة يعني زي ما ذكروا المتداخلين موجودة وبصورة مجانية وفيها فوق ما تتصوروا. يعني أنا يعني أستاذ مساعد حاسب آلي، تخصص بتاعي، لأكثر من 23 سنة كل يوم بكتشف في حاجة جديدة موجودة في الجوجل. وحتى أنا بالنسبة لي يعني بقيت ما بقدر أقول لواحد الحاجة دي بتتعمل في الحاسوب، لأنه بصراحة ما بين اللحظة واللحظة في مستجدات جديدة يعني بتظهر على السطح. فيبقى إحنا معناته لازم نصل يا جماعة، لازم إحنا بالنسبة لنا مفاهيم نفسها تتغير، ومفهوم الأستاذ التقليدي بتاعت زمان لازم الصورة دي برضو إحنا نحاول نتغير في الاتجاه السليم. لأنه لو ما يعني غيرنا الحاجة اللي عندنا في دواخلنا ما هنقدر نمشي لقدام، وإحنا محتاجين نعمل جنب ونعمل يعني قفزات عالية عشان ما نصل يعني لما وصل إليه الآخرون يعني. فشكرا جزيلا لدكتورة شاهيناز، وأتمنى أنه تكون المبادرة بتاع جي اي جي سودان بالنسبة لولاية الخرطوم في الأول تكون نموذجية. لسه عندنا 17 ولاية مفروض نصلهم، ومفروض ننتقل بالعملية دي للأمام. اقتراحي الأخير، معلش طولت عليك، اقتراحي الأخير إنه يا ريت يكون في جهة داعمة تدعم لنا في اتجاه إنه يكون عندنا معمل حاسوب متنقل، يعني معمل حاسوب متنقل من ولاية لولاية تانية، بالذات الولايات الطرفية، على أساس إنه إحنا بالنسبة لنا بأجهزتنا وبكمبيوتراتنا وبالراوترز وبكل حاجة ننتقل من ولاية لولاية ومن محافظة لمحافظة بإذن الله تعالى حتى نغطي السودان كله. والآن ما في شيء يعني أصبح يعني زي ما بقولوا بعيد، يعني احنا الان خارج السودان، ولكن بمقدورنا انه احنا نتواصل. والان انت شايف الكونفرنس اللي احنا فيه لام ناس من كل الدنيا، فدي نفسها ممكن يكون فيرتشوال يعني كلاس، يكون يعني فصل تخيلي، ويكون عندنا يعني عرض تقديمي قدامنا، وندرب كل ما يستطيع انه يعني يتصل بالانترنت. يعني كل شخص يستطيع أنه يتصل بالإنترنت، خاصة شريحة المعلمين، ودي بدايتنا، ودي زي ما قلت يعني المعلم يعني ما بنحتاج نتكلم عنه بصورة كبيرة. فياريت برضو الناس تدعم في اتجاه أنه يكون عندنا يعني معمل حاسوبي متنقل، على أساس أنه نقدر نغطي الشريحة الأكبر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. والله يا دكتور سعد انت يعني تذكرتني بحاجه مهمه جدا، فمشيت فتشتها في الفيسبوك. دي كانت في كاليفورنيا، في بالم سبرينغ كاليفورنيا، كان مشيت لمؤتمر تيد، وبعدين شفت البص المتنقل ده اسمه البص التعليمي لجون لينون، جون لينون ايديوكيشنال بص. وانا ما حشغل الفيديو بس حوريكم، عملت فيه عرض وخطيته في الباحثين السودانيين، الكلام ده سنه 2017 تقريبا. البص ده بيمشي من مدرسة المدرسة، يعني بدل ما يكون في لاب بتاع ميوزك،
في كل حتة. ده شايف هنا ده الباص ده عبارة عن فصل متحرك اسمه الجون لينون باص، وفيه جوه بتلقى اللاب اسيستنت قاعد، وبيجي الطالب بيعمل لو عنده أي واجب ولا عنده حاجة. ودي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسكها، شكرا لك على طرح الموضوع ده، نسكها كنون بروفيت نجيب السودان تكون موجودة، يكون في باص زي ده عبارة عن شايف ده ديو الاستديو في الباص نفسه، يعني شوف الكلاس بتاخد الدرس كامل، ما بالضروري انه يكون في لاب في كل مدرسه. ممكن نعمل ريسورس شيرنج. هسه احنا البرنامج بتاع زوم ده الحساب الواحد بنستخدمه انا ودكتور ياسين ودكتور عمار ودكتور امتثال ودكتور شاهيناز، نفس الحساب ما هو موجود مش كده؟ يبقى الباص ده ممكن يتحرك من حته لحته، ويكون فيه لابات بتاعه كمبيوتر، يكون فيه لاب بتاع فيزيكس بتاع كيمستري، ما بالضروره كل حته تكون قاعده في حاجه واحده. فشكرا لك على طرح البتاع دي، لان والله الحاجه دي انا كان عجبتني عجب كلام سنه 2010. شوف هنا 2010 في كاليفورنيا البصم ده شكله كده بكل لافي. واعتقد انه ممكن الشباب بالانوفيشن بتاعهم وبالحماس بتاعهم بالذات مع يعني ازدياد ثقافه رياده الاعمال في السودان ممكن يصلوا لنا لحاجه زي دي. نشوف لنا زي البص بتاع محجوب شريف ذاك لو مذكرينه حاجه زيه كده تكون مجهزة ومظبطة إن شاء الله. إن شاء الله الله يديك العافية دكتور سعد. دكتور شاهيناز ياسين. أيوة شكرا لك يا دكتور سعد، دائما عندك أفكار خلاص. حتى الفكرة بتاعت التجهيز حقيبة تدريبية متكاملة من ضمنها دليل مدرب ودليل متدرب كانت فكرة الدكتور سعد فعلا أدانا ليها. واجتماعنا الفات اللي كان اجتمعناه في جي إي جي إنه نحدد مع بعض ممكن نعمل شنو، كثير من الافكار صراحه ذكرها لنا دكتور سعد. شكرا لك يا دكتور سعد على افكارك، يديك العافيه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. طبعا اضيف بس للتعقيب بتاع الدكتور سعد واشكره جزيلا. في النهايه المعرفه دي زي الفيروس يعني عدوى، فلو يعني بس اهم حاجه انه الناس يطلعوها، ما ينتظروا والله لحد ما الحكومه ولحد ما شنو الشماعات بتاعتنا دي، المفروض احنا نطلع منها يعني ننسى خلاص يعني بعد ده الناس الواحد يحتمد على نفسه عشان يشجع الناس الاخرين، يعني ما ينتظر لحدنا. طبعا احنا يا جماعه المفروض يعني نكون مع دكتور شاهيناز ساعتين، لكن هسه قربنا الثلاث ساعات، ويعني كانت رحله ممتعه وشيقه، ويعني صراحه يعني حاجه نموذجيه الليله المونسه كانت نموذجيه، لانه في النهايه طلعنا منها بثمره. وقبل الختام يا دكتورة. أيوة اديك العافية، شكرا لك كثير يا دكتور ياسين، شكرا لدكتور أنوار، شكرا لكل المجموعة الموجودة معنا اليوم وكل الناس المعقبين والمعلقين. أنا سعدت أكثر بجلستي معاكم اليوم، ونسعى لدروب النجاح رغم أنه طبعا أنا كنت شايلة همها، لأنه أنا ممكن أشتغل دورة تدريبية تستمر 20 ساعة، لكن ما بقدر أتكلم عن نفسي خلال الفترة يعني 10 دقائق، بل بلقاها صعبة شديد. وبالإضافة لإنه أنا نسايا كثير، يعني في حاجات كثيرة أنا ناسياها كنت فعليا، يعني هسي حاليا تذكرت معاكم حاجات كثيرة أنا ما كنت مذكرها أصلا. فأنا بشكر لكم كثير الجلسة الجميلة دي، وبشكر استضافتكم، وبشكر لكم فكرة إنكم أصلا يعني نظرتوا لي كأحد الناجحين، يعني فبشكركم كثير، وإن شاء الله ربنا يقدرنا إنه نقدم كل الخدمة اللي احنا بنقدر عليها. وتاني بطلب من كل الناس الموجودين انه عندك خط ما عندك شيل كلكم. في تحية مرسلة لك من ناس كانوا معاكم في سلطنة عمان، الكابتن حسام محمد ابراهيم خليل كاشف. ايوه مرحبا بك حسام محمد ابراهيم، كيف حالك؟ ايوه حسام طيبين دي وين؟ بيقول لك أستاذة ليلى عثمان والدته، وبتسلم عليك وعلى والدتك سميرة، ووالده بتسلم على عم عبد الرحمن عثمان شديد. مرحب بهم شديد، مرحب بهم والله، دي حاجة جميلة. شوفوا الفيس ده لما الناس كيف، والباحثين السودانيين اللي عملوا فينا حاجة جميلة كيف. الله يديكم الصحة والعافية. مرحب بكم جميعا، ومرحب يا حسام، وتحياتي للجميع خالتي ليلى والبنات كلها، وإن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم، عمي محمد إبراهيم وكل الناس الموجودين معنا الآن، ربنا يديكم العافية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا يديك العافية دكتورة شاهيناز، ونشكر تاني وثالث ورابع يعني مبادرة الباحثين السودانيين اللي هي عملت لنا اللمات الجميلة دي،
وخلت العدوى بتاعت المعرفة دي تنتشر بسرعة أكثر من الانتشار بتاع كورونا يعني. وطبعا التحية والتقدير لأخونا الكبير وحبيبنا دكتور أنور اللي هو قائد الرقبي ده وربنا يوفقه، ولكل الناس يا جماعة شاركوا معنا الليلة في الجلسة الجميلة دي في الزوم وفي الفيسبوك. وإن شاء الله بإذن الله يا جماعة الخميس الجاي حيكون مع أنسة سودانية، البعض مع أنسة سودانية، البعض مع أنسة سودانية، يعني لازم يكون في حيكون في إيكواليتي يعني بين الرجال وبين النساء. يعني الفترة اللي فاتت دي كلها بس كانت سالي العطا الوحيدة اللي كانت معنا كلهم كانوا رجال، فهسه نحن من الليلة دكتور شاهيناس كسرت لنا الحاجز، حنعمل الحلقات الجاية حتكون مع سيدات وسيدات ناجحات. يعني الحلقة طبعا بقدر يعني جميلة بقدر يعني بقدر الجمال. يعني أول حاجة دكتورة شاهيناس أنسة سودانية، معلمة، باحثة، خبيرة، رائدة بتاعت أعمال خير، عملت المبادرة بتاعت التدريب دي، يعني دي حاجة رائعة جدا. وأم قائدة قائدة كنداك قائدة، ويديها الصحة طبعا، أكيد يديها الصحة والعافية، وإن شاء الله كمان نجي نسمع إنه أولاده برضو يعني ماشيين بزي نجاحاته وأكثر. يعني يديكم العافية يا جماعة وشكرا لكم كثير، ونشوفكم الأسبوع الجاي. وقبل الختام خلي دكتور أنور عايز عندك حاجة؟ أي عندي حاجة بس يصور لي ليه. تفضل بنختم يا دكتورة دائما بما يشبه اللقاء. نحن أسود الغاب أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان في هذه القلوب، نبتدي من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، قلوب من حديد لا تلين، نهزم الشر ونجني الغاصبين، كنسور الجو أو أسد العليم، ندفع الردى نصد من عدا، ندفع الردى نصد من عدا. نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعش بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزة يحمي العبا ويحمي أرضكم. يعطيكم العافية.